أسعد الله أوقاتكم، جمعة طيبة مباركة، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم أوفياء إخبارية التلفزيون الجزائري إلى برنامج الظهيرة وتتابعون فيه اليوم. الملف الأول، الأمراض المتنقلة في فصل الصيف، الوقاية والعلاج. في ملفنا الثاني، حوادث المرور، التحسيس والتوعية. نستعرض جهود رجال الشرطة ونتحدث أيضا عن دور أعوان الحماية المدنية بهدف صيف بلا حوادث. ظهيرة اليوم، إطلالات ثقافية سياحية وأيضا جملة من المواضيع والروبورتاجات المتنوعة، ابقوا معنا إلى غاية تمام الخامسة. أهلا بكم مجددا. ملفنا الأول صحي ويعنى بالصحة العمومية. الأمراض المتنقلة خطر متنامي خاصة مع اقتراب فصل الصيف. عدة أمراض تنتقل بالعدوى والسبيل الأوحد، للحماية من تحولها إلى أوبئة، الوقاية القبلية من خلال جملة من الاحترازات والإجراءات الوقائية. أسعد كثيرا لأكثر إفاضة وتفصيل باستضافة الطبيب العام بمصلحة الطب الداخلي بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، الدكتور وليد أسالم. دكتور أهلا بك. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة برنامج الظهيرة. دكتور، الأمراض المتنقلة هو خطر كما أشرت في البداية، يتنامى خاصة ونحن على مشارف فصل الصيف. بداية، ما هي أهم الأمراض المتنقلة التي تتخوفون منها كجهاز صحي في الجزائر في هذه الفترة من السنة؟ نعم، يعني في الحقيقة الأمراض المتنقلة تكثر خاصة في فصل الصيف. فصل الصيف، لماذا فصل الصيف؟ انه فصل الصيف دائما ما تكون المنتجعات ممتلئه للاماكن السياحيه وخاصه لي بلاج، نعم، كما نقولوا الشواطئ وفصل الاستجمام والراحه، وفصل الاستجمام وتكون درجه الحراره مرتفعه لانه عنده علاقه مباشره بدرجه الحراره، وثاني بالاختلاط والاحتكاك، لان اغلب الامراض المتنقله ما تكون امراض فيروسيه او امراض بكتيريه، ويكون التنقل تاعها يكون سهل جدا خاصه عن طريق الاحتكاك. الاحتكاك المباشر، الاحتكاك الغير مباشر عن طريق يعني عن طريق الهواء وعن طريق المياه، خاصة كما نذكروا مثال في المناطق الداخلية، يعني هناك أناس يعني مازالهم زي ممكن نهضروا بلغة بسيطة، مازالهم يروحوا يستجموا في البيرك في المستنقعات، رغم أنه في الخطر دائما، وعي بخطر السباحة في هكذا أماكن. نعم نعم، وهذا البيرك وهذا السدود هي أصلا ممنوعة للسباحة، ليست شواطئ السباحة. وهناك ثاني أيضا مناطق وين تكون وزارة البيئة أو يعني وزارة الصحة ماهيش مرخصة هذه المناطق للسباحة. داكور، ألوغ من هذا المنطلق، هذا يعني الأماكن هذوما نقدروا نجيبوا أمراض اللي نقدروا يعني تتفشى بسرعة وسط المجتمع. ونذكر منها على سبيل المثال، سبيل الحصر، كان عندنا الكوليرا، كانت التيفويد، الإسهالات الحادة، ليزيباتيت، والأمراض الثانية الفيروسية التنفسية. ثانية بكثرة الأمراض التنفسية عامة تجي من عباك فصل الصيف، هناك زوار من خارج الوطن يجوا من جميع أنحاء العالم. جميع أنحاء العالم، يقدر أي واحد يجي العائلة بسيطة يجيب معاه يحمل فيروس هذايا، مع العلم أن سرعة التنقل أو التفشي تختلف من فيروس لآخر. والفيروسات أون جينيرال في فصل الصيف ما يكونش التفشي تاعها سريع،
ما يكونش حتى عكس، ما ناخذوش دائما مثال تاع الكوفيد. هنا يجب ان نفرق بين الامراض الفيروسيه والامراض البكتيريه. نعم، الامراض خاصه حتى درجه الخطوره، حتى درجه الخطوره، حتى طريقه العدوى. نعم، في الامراض تحول كل وباء عفوا الى بؤره، الى انتشار، ان يكون يهدد الصحه العموميه. الصحه يكون يهدد الصحه العموميه، ولكن كما نقولوا الامراض البكتيريه، الامراض البكتيريه بطيئه التنقل. هذا باش نقدروا نعديو دو بيرسون ا بيرسون في مرض بكتيري، نقدروا لازم احتكاك على الاقل من 8 الى 12 ساعه الى 24 ساعه، يعني دائما تختلف. ولكن الخطوره في فصل الصيف خاصه تكثر في الامراض المتنقله عن طريق المياه. عن طريق المياه كما اسلفنا الذكر، قلنا الكوليرا او التيفويد او الاسهالات الحاده. وثاني عندنا نوتر فولي كما نقولوا، سي لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير، التسممات الغذائيه. التسممات الغذائيه على بالك في المنتجعات، هناك اشخاص يعني عرضوا سلع للبيع، اي عرضوا سلع للبيع تحت الشمس في اماكن غير مرخصه، في اماكن غير مرخصة يعني لبيع ذلك. حتى الأسر عندما تقضي أيام على شاطئ البحر وتأخذ الأكل يكون في شروط حفظ غير مناسبة. نعم، شروط حفظ الأكل تقدر يعني الأكل كي تحطه بلوس دو طرواز حتى يعني 3 أو 4 ساعات في مكان ماهوش مخصص للحفظ تاعو ويقعد دائما تحت الشمس، تقدر دائما تكون هناك تحولات، تقدر الماكلة هذيك تفسد، تقدر الماكلة هذيك تخسر، مما يسبب قلت لك المرض اللي تضيف عليكم في الاتي، سي الامراض المتنقله عبر المياه، التسممات الغذائيه، ضربات الشمس، نزلات البرد الحاده بفعل الاستعمال المفرط للمكيفات الهوائيه، خاصه كما نقولوا في السيارات او في الاماكن العامه، ضربات نزلات البرد هذه تكون تضيف عليكم. وهذا يؤدي الى تنقل دو بيرسون ا بيرسون كما قلنا بالاحتكاك او اطرافير لي غوتلات دو او الاحتكاك المباشر ولا ثاني قلنا المياه. كيف يتعامل الطاقم الطبي في هذه الفتره مع خطر انتشار هذه الامراض؟ نتحدث عن مستشفى فرانس فانو، عن مصلحه الطب الداخلي كنموذج وعينه. مصلحة الطب الداخلي أو بالأحرى ثاني مصلحة الاستعجالات، لأنه كما نقولوا لا بروميير كونسلطاسيون سي مصلحة الاستعجالات، هي الوجهة الأولى، هي الوجهة الأولى للمواطنين. حنا نبداو من منطلق أنه الوقاية خير من العلاج. نعم، يعني كما نقولوا أي حاجة الإنسان يقتنيها من السوق سواء فاكهة أو خضرة أو الحاجة الأولى كي يدخل المنزل، الحاجة الأولى كي يدخل المنزل هي غسل كسوسوا الفواكه ولا الخضروات ولا هذه يعني الحاجة الأولى اللي لازم يديرها، غسل الفواكه هذه حاجة سي بريمونديال، هذه يعني حاجة باش ما نيفيتيو هذو كنا كما قلنا التسممات الغذائية. الحاجة الثانية بالنسبة للسباحة ولا المنتجعات، دائما لازم نروحوا للمناطق ولا اللي تكون مرخصة من عند وزارة البيئة، ما ندخلوش يعني للسباحة في أي منطقة كالبيرك أو المستنقعات أو السدود. أو بالنسبة لابريزون شارج التكفل في المستشفيات، هناك دائما مخطط كما نقولوا أبارتير دو موا دو ماي كي يبدا موسم الاستجمام ولا موسم الاصطياف، دائما يوغا أن رونفورسمون أو نيفو دي زيرجونس. Il y a toujours cette pratique, un renforcement au niveau des urgences, que ce soit le Moustachfa, qui m'a dit le Moustachfa, le Jami'i, le Bouleïda, ou Maslahat, l'OBA, ou l'Amrad, le Moutenak, le Bibouferik, kif, d'aimer qu'on ait un renforcement des urgences pour une meilleure prise en charge. Les Annouhad, l'Amrad, في غالب الأحيان ما تكونش خطيرة. يكون تكفل بالأعراض. C'est des symptômes. باسكو لي سيمبتوم تاع الامراض المتنقله يكون عندك الاسهال او الطفح الجلدي او حمى، تدير لا بريزون شارج ما تروحش بور لي مالادي اللي يكونوا كيما نقولوا سامبل شي كومبليكي. ولكن في حاله ما اذا نقول الكوليرا ولا التيفويد ولا ثاني لا بريزون شارج اللي نوت لازم تكون في مصلحه متخصصه، لانه ناخذ على سبيل المثال الكوليرا فيها الاسهال الحاد
الإسهال الحاد. ونشير إلى إمكانية العدوى لتفادي أيضا. نعم. إمكانية العدوى. إمكانية. تفادي انتقال المرض سواء إمكانية للمواطنين أو حتى للطاقم الطبي، حماية الطاقم الطبي من العدوى. لتفادي انتقال العدوى يدي مزور سامبل، يعني سهلة جدا. خاصة كما نقولوا هذه الأمراض الكوليرا، هي باغ إكزومبل الكوليرا أون سيفي دو كي تشري كما قلنا الخضروات أو الفواكه أو تنقيهم، غسل اليدين. وهذا الشيء اللي ركزت عليه منظمة الصحة العالمية، ميم في حماية، ميم للحماية ضد الكوفيد. أن جيست سامبل هو اللي هو غسل اليدين بالصابون العادي، ماشي شرط بالمطهرات، لا بالصابون العادي، غسل اليدين وغسل كل ما يؤكل. وثاني ايفيتي كما نقولوا تفادي اقتناء المواد اللي تكون معرضه لاشعه الشمس. هذا الشيء ثاني لازم نتفاداوه، لانه الوقايه بسيطه جدا. يمكن القول أنها أصبحت من السلوكات اليومية للمواطن، خاصة بعد تجربة الكوفيد. نعم. والتي تمكنت الجزائر من القضاء عليها الحمد لله. نعيش حالة من الاستقرار بالنسبة لكورونا، هو من أحد الأمراض المعدية الذي ربما أكسب أيضا الطاقم الطبي خبرة في التعامل مع هذا النوع من الأوبئة، خاصة الأمراض المتنقلة عن طريق الفيروسات. نعم، خبرة وخبرة كبيرة، مدة 24 شهر من مكافحة الفيروس. تعلمنا أشياء واكتسبنا خبرة كبيرة في هذا المجال، في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة المتنقلة. عبد الله بعطيك سؤال عن الخبرة المكتسبة بعد تجربة الكوفيد. الآن كيف يتم دكتور أسالم، كيف يتم تحضير الطاقم الطبي لموسم الاصطياف من أجل استقبال الحالات في الاستعجالات، من أجل أيضا حصر هذا النوع من الأمراض؟ نتحدث عن كل الأمراض المتنقلة، حصرها عندما تأتي حالات قليلة، تفادي انتشار نعم العدوى. الحصر لتفادي انتشار العدوى، ميم سولون لي ديرني ديريكتيف دو لو ام اس، حتى بالنسبه لهذا الامراض الجديده او جذري القرده اللي راهو متفشي في اوروبا ولكن بنسبه قليله، يعني لو بريمير ميزور سي ليزولاسيون، هو الحصر، حصر المريض، العزل، عزل المريض، حالات المريض، عزل الحالات المريضه الى غايه نهايه الاعراض. سيتادير بوندون 5 ا 6 جور الى غايه نهايه الاعراض، زوال الحمى، زوال الطفح الجلدي، وزوال السعال. وبالنسبه للطاقم الطبي قلت لك اكتسبنا خبره كبيره في مجال كوفيد 19. وكيف يستفيد الطاقم الطبي الان في الفتره المقبله من هذه الخبره المكتسبه؟ اشرت الى نقطه مهمه في السؤال، اللي هي المواطن اكتسب سلوكات حضاريه. بالفعل اكتسب سلوكات حضاريه اللي راح تولي له ثقافه من الكوفيد وما الى مرحله ما بعد الكوفيد، حتى في الحمايه، لا تكون حتى من الكوفيد فقط، حتى من الامراض الاخرى، الامراض المتنقله. حتى في مواسم الانفلونزا الموسميه، لا غريب سيزونيير، يعني بالنسبه لازم نكتسبوا ثقافه بالنسبه للاشخاص المريضه وليس لعامه الناس. الشخص اللي يكون مريض دائما لازم يدير الاحتياطات، احتياطات من غسل اليدين، يفيتي المصافحه كثيرا، حتى لبس القناع الواقي، حتى لبس وإن كان لبس القناع الواقي بالنسبه للانفلونزا الموسميه. ماناش نهضروا على الكوفيد، ما نخصوش بالذكر الكوفيد برك، حتى بالنسبه للانفلونزا الموسميه والامراض المتنقله، بالنسبه للاشخاص اللي يكونوا مرضى وعندهم اعراض يقدروا يعني يفيتيو الانتشار بارتداء الكمامه وغسل اليدين. لي دو ميزور هادو سوفي لارجومون بور ايفيتي لا بروباغاسيون دو سي مالادي كونتاجيوس. نعود الى الطاقم الطبي الان بناء على هذه التجربه المكتسبه في مواجهه كورونا، التحضيرات من اجل تفادي تنقل الامراض المتنقله وتحولها الى اوبئه في مختلف المستشفيات. النقطه المهمه الاولى هي التشخيص المبكر. نعم. الحالات، لانه اذا جات الحاله وما عرفناش نشخصوها، هذاك هو المنطلق تاع لوبروباغاسيون دو لا مالادي.
التشخيص المبكر عن طريق الوسائل الآن متوفرة ومتوفرة بكثرة عن طريق الوسائل البيولوجية أو الأشعة أو إلى غير ذلك من الوسائل التشخيص. التشخيص المبكر عزل المريض، وبالنسبة للطاقم الطبي، الطاقم الطبي خلاص الآن اكتسب خبرة وخبرة كبيرة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الطاقم الطبي الآن مدرب، ومعظم الطاقم الطبي أخذ تلقيح ضد خلينا عزلنا فيروس كورونا أو من الفيروسات الأخرى، كونتر لي زيباتيت، كونتر محميين من جميع هذه الجوانب. الآن مع الخبرة اللي اكتسبناها نتعامل يعني بكل سهوله مع الحالات كما هذو. ولكن قلت لك لو برومي بوين هو التشخيص المبكر، ما نشخصوا الحاله مبكرا، تكون عندنا الدور يكون بدايه يكون عند المواطن عندما تظهر عليه اي اعراض تسمم غذائي او اعراض من نوع اخر، كيف يتصرف المواطن بدايه؟ الخطوه الاولى اللي يقوم بها المواطن هي توجه الاستعجالات. نعم، وهنا يبدأ دور الطاقم الطبي. نعم، توجه الاستعجالات، والمواطن لازم ما يقولش اون نو ما كاين والو سيريا داكور، لانه عندنا المواطنين الان ولات عندهم ثقافه تاع لوتوميديكاسيون، يقول لك انا نروح للصيدليه، الطبيب الذاتي يقول لك انا نروح للصيدليه نشري الدواء ويومين ثلاثه وخلاص. لا، لازم يتوجه لمصلحه الاستعجالات. حين توجه المصلحة الاستعجالات، إذا كان التشخيص أنه أعراض عادية أو يومية أو ماشي متنقلة، هذه مرحلة نجوزوها. المرحلة الثانية، إذا كان المرض هذا معدي أو متنقل، لازمنا ثاني نشوفوا المحيط تاعو، اسكو تعرضوا المحيط تاعو عندهم نفس الأعراض، المحيط تاعو في العائلة أو في وسط تاع العمل ولا، باش نكملوا رحلة البحث على هذا، اسكو سيتون مالادي كونتاجيوز، هذا المرض معدي وراح يتنقل، ولا اعراض عاديه اللي تقدر تختفي في يومين ثلاثه ومن هنا يبدا دور الطاقم الطبي في الكشف عن هذه الامراض. ما هي الامكانيات المسخره الان على المستشفيات من اجل ضمان صيف دون هكذا امراض تنتشر في اوساط المواطنين؟ التكفل الامثل بكل المرضى. الامكانيات الان موجوده، ولكن التشخيص الاولي في غالب الاحيان ما يكون سيمبتوماتيك، سيتادير سي لا كلينيك، تشوف المريض على حسب الاعراض تشخص بدون ما نلحقوا الوسائل البيولوجيه او الاشعه او وسائل اخرى للتشخيص، لان في الامراض الصيفيه المتنقله عبر المياه والمتنقله بكثره في فصل الصيف، الاعراض تاعها عامة تجي متشابهة عن طريق الإسهال الحاد، يكون هناك الإسهال الحاد، تكون الحمى، يكون كاين السعال، أو أيضا لا ديزيدراتاسيون. هذا ثاني نقطة مهمة جدا، لا ديزيدراتاسيون، لأنه كثير من الناس في فصل الصيف ما يشربوش الكثير من المياه، وهذه النقطة ثانية مهمة، خاصة لمرضى السكري ولمرضى كبار السن فوق 50 سنة، شرب المياه ضروري جدا. من هذا المنطلق التشخيص الأولي يكون عن طريق الأعراض، ولكن إذا الأعراض هذه ما تختفيش في يوم ولا يومين ولا ثلاثة، ثم اللي لازم نروحوا للتشخيص البيولوجي. تشخيص البيولوجيا عن طريق الوسائل البيولوجية اللي متوفرة على كل حال في جميع المستشفيات. أنت أشرت أنه كل الإمكانيات مسخرة من أجل التكفل الأمثل بالمواطن. نتحدث عن المستشفيات الجامعية، نتحدث أيضا عن العيادات، نتحدث عن تلك النقطة الأولى التي تكون في قريبة من المواطن في كل ولايات الوطن، ليس في المدن الكبرى فقط. ماذا عن الولايات الأخرى في 58 ولاية، خاصة تلك المناطق التي تكثر فيها الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، والتي تبقى ربما الخطر الأول في هذه الفترة؟ ميخويك باللي صحيح تهضري على المناطق الداخلية. نعم، المناطق الداخلية، ولكن كما قلت لك التشخيص الأولي غالبا ما يكون عن طريق الأعراض، سي دي سيمبتوم، سي دي سيمبتوم، وبليس سي لا دوغري دو سيفيريتي، درجة الخطورة.
درجه الخطوره، لان ان هناك الامراض المتنقله اللي عندها اعراض خفيفه، كاين اللي عندها اعراض متوسطه، كاين اللي عندها اعراض خطيره. خطيره نعم. اذا كنا في درجه الاعراض الخفيفه او المتوسطه، التكفل راح يكون على مستوى مركز الصحه الجواريه في اي منطقه من مناطق 58 ولايه. ماذا عن تكوين ايضا الاطقم الطبيه في هذه المراكز، مراكز الصحه الجواريه بكل ولايات الوطن؟ نعم، هناك 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 تكوين، يا دي جورني دو فورماسيون او نيفو ناسيونال. على كل حال هناك دائما تكوين خاص، وهناك حملات تحسيسيه، هناك حملات يشارك فيها الاطباء خاصة لتوعية المواطن ولتوعية الطبيب. لأنه الأمراض المتنقلة، الأمراض المتنقلة وخاصة أمراض المياه، ماهيش مسؤولية الطبيب وحده أو مسؤولية الطاقم الطبي وحده. لأن المرض هذا هو يبدأ برا، يعني خارج المستشفى. لأنه التوعية الأولى لازم تكون خارج المستشفى. لأنه المستشفى هو النقطة الأخيرة اللي يلحق لها المريض. بعد ما يكون يعني جاب المرض هذا، يا كما قلنا منتجعات سياحيه او عن طريق الاكل في مناطق غير مرخصه او مناطق غير نظيفه او الاكل الخارجي اكل العشوائي، هي النقطه الاولى. يعني نبدأ لازم بحمله التحسيس. على ماذا ترتكز هذه الحملات؟ التحسيس، الاقتراب من المواطن، توعيته بضروره حمايه نفسه وحمايه غيره من هذه الامراض. نعاود نوليك انه الحمايه او الوقايه من هذه الامراض هي بطرق بسيطة جدا وغير مكلفة تماما. التوعية هذه اللي تندار للمواطن بطريقة بسيطة وبطريقة غير مكلفة. لأنه كما قلنا المواطن لازم يتجنب الأكل في مناطق عشوائية، يتجنب يقتني الأكل المعرض لأشعة الشمس بكثرة، عند اقتناء الفواكه ولا الخضروات لازم الغسل الفوري، كي يدخل لازم بقطره من ماء جافيل، او لازم تطهير جميع المقتنيات الخارجيه. وحاجه واحده اخرى هي غسل الايدي عند قبل استعمال اي يعني قبل افون شاك دو با، قبل ما ياكل الانسان غسل الايدي بطريقه. الوقايه من هذا يعني الامراض المتنقله هي بطرق بسيطه وبسيطه جدا وغير مكلفه كما قلنا. والان هذه التصرفات من المفروض كما اشرنا ايضا اصبحت من ثقافه المواطن الجزائري، خصوصا بعد تجربه كورونا. كيف نجعل هذه التصرفات اليوم؟ ما هي الاجراءات العمليه انتم كاطباء التي تقومون بها من اجل تثبيت هذه الاجراءات، من اجل التاكيد على ضروره عدم التخلي عنها والمحافظه عليها؟ نعم كما قلت لي انه يجب ترسيخ الثقافه هذه. نعم. الثقافه هذه يجب ترسيخها عند المواطنين عن طريق الحملات التحسيسيه، عن طريق توعيه المواطنين انه مازال راح يكون هناك امراض فيروسيه في المستقبل. بعد الخروج من جائحة كورونا، ظهور جذري. أنت كطبيب هل لاحظت تغيرات على تصرفات المواطنين، خاصة المرضى اليوم لما يأتي مريض إلى مصلحة الاستعجالات، هل يتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية؟ ما هي ربما أنواع الأسئلة اللي يطرحها؟ كيف يتصرف؟ أغلب المواطنين بنسبة فوق 50% إلا عند الشباب. كما نقولوا الا عند الشباب اهملوا وسائل الوقايه، ولكن عند اغلب المواطنين وخاصه يعني كبار السن، مازال للان تلقاي اللي كاين مازالهم يديروا الكمامات في الاماكن العامه، مازالهم محافظين دائما على وسائل الوقايه. وحنا بدورنا ثاني كاطباء، دورنا نلحقوا الذي سال لهذ المواطنين، كسوا في داخل المستشفى او خارج المستشفيات، باللي مازال العالم باسره وليس الجزائر فقط، مازال يزيدوا يجونا يعني امراض فيروسيه ومتنقله. وهذا تحدي. والان يجب ترسيخ هذه الثقافه، ترسيخ عن طريق في جميع المؤسسات،
جميع المؤسسات الاستشفائية أو الإدارية عن طريق الحملات التحسيسية وتوعية المواطنين. طيب أنت ذكرت كبار السن، كيف هو تأثير الأمراض المعدية على هذه الفئة؟ هي من الفئات الهشة من المرضى، نذكر كبار السن، نذكر أيضا أصحاب الأمراض المزمنة، نذكر الأطفال أيضا الذين يعانون من خطر التسممات الغذائية، خطر أيضا الفيروسات المتنقلة عن طريق المياه، السباحة في الأماكن الممنوعة، في البرك الملوثة وغيرها. نعم، التأثير يكون كبير، التأثير يكون كبير خاصة على كبار السن ولا على الأطفال الصغار. الأطفال الصغار الإسهال الحاد يقدر يسبب لهم لا ديزيدراتاسيون، الجفاف. الجفاف نعم، وكبار السن، كبار السن أيضا. وهذا يكون دائما ما يشكل خطر كبير على هذه الفئتين، فئة الأطفال الصغار وفئة كبار السن، خاصة الأمراض المزمنة. لذلك نعود نولي دائما ننطلق هي التوعية، لأن الأمراض هذه تقدر تجينا ومش غير في فصل الصيف، التوعية تكون على مدار العام. صح تكثر في فصل الصيف، ولكن تقدر تكون على الجميع على مدار العام كاع. من هو يعني لازم خاصة الأطفال الصغار كما نقولوا يلفوا بيان ليزيدوكي، لازم يعني التربية الصحية تاعهم، ليدوكاسيون سانيتير تاعهم تكون خاصة، لأنه الطفل الصغير ما يعرفش، الطفل الصغير واش يلقى في الأرض يرفد، واش يلقى برا يرفد، واش لازم التوعية تكون كبيرة. ولازم يعني كبار السن كما نقولوا كي تكون الحرارة كبيرة ولا يتفادوا التنقل الا كما نقولوا للضروره. نعم. لان الضربات الشمسيه وقله ثاني قلنا الجفاف، قله المياه تسبب لهم اعراض. طيب. اعراض خطيره. نعم دكتور اسالم، كيف تتوقعون الان فصل الصيف بالنظر الى كل هذه الاستعدادات؟ كما اشرت التكفل مضمون، ولكن ايضا التعويل على وعي المواطن، رساله توعويه، وايضا اهم الامراض اللي تدعون المواطنين من هذا المنبر الى ضروره المساهمه في القضاء عليها من خلال الوقايه. التوعية المواطنين لازم تكون لازمة، لأنه نبدأ وخلينا التكفل مضمون في المستشفيات. نعم. تكفل مضمون على جميع في جميع المستشفيات وعلى مستوى جميع مصالح الاستعجالات. ولكن كما قلنا الأمراض هذه تبدأ من خارج المستشفى. التوعية خاصة من ضربات الشمس اللي تقدر تسبب أعراض خطيرة لكبار السن والأطفال الصغار، ضربات الشمس، الأمراض المتنقلة عبر المياه، لازم نتفاداو دائما السباحة أو الشرب أيضا الإنسان ماذا يكون يستعمل طريق ما يعرفوش ولا يقدر يشرب بالماء من أي جهة من ينابيع غير مرخصة. كانت عندنا تجربة عندها 4 سنوات أو 5 سنوات مع بؤرة الكوليرا اللي كانت متواجدة في منطقة تيبازا عن طريق منبع للشرب غير مرخص. لازم نتفاداو هذو لي موفيز ابيتيد، العادات السيئة ودائما ترسيخ العادات الطبية الصحيحة، وأكيد الأطقم الطبية تتكفل بالمرضى في على أحسن وجه. أكتفي معك بهذا القدر، أشكرك جزيلا دكتور وليد أسالم، أنتم الطبيب العام بمصلحة الطب الداخلي بمستشفى فرانس فانون بالبليدة. يعطيك الصحة. شكرا موصول لك. مشاهدينا مباشرة هذا الموعد الإخباري يأتيكم من استوديو الأخبار. أهلا بكم من جديد، عدنا مشاهدينا لاستكمال فقرات برنامج الظهيرة. ملفنا الثاني، حوادث المرور تحصد للأسف مزيدا من الأرواح. التوعية والتحسيس من أهم ما يراهن عليه جهاز الأمن الوطني للتصدي للظاهرة. أسعد كثيرا بالترحيب بالملازم الأول أمير شردي الإطار بخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر. أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بك. إذن حوادث المرور ما تزال هاجسا، يستدعي الكثير من الجهود، الكثير من التوعية، الوقاية من أجل اجتثاث هذه الظاهرة والمساهمة في نشر الثقافة المرورية. جهود الأمن الوطني تبقى متواصلة في هذا الإطار، على ماذا تراهنون اليوم من أجل مكافحة ظاهرة حوادث المرور؟
طبيعة الحال المديرية العامة للأمن الوطني وضعت مخطط توعوي وتحسيسي لفائدة سواق المركبات. مصالح أمن ولاية الجزائر تكثف من هذه النشاطات التحسيسية والتوعوية. هناك برنامج طيلة السنة، عندنا برنامج مخصص للتلاميذ المدارس أطوار 3 ابتدائي متوسط ثانوي، بحيث يتم التنقل إلى المدارس وقيام بنشاطات تحسيسية وتقديم دروس تحسيسية وتوعوية. كذلك هناك دعائم اتصالية من خلال توزيع مطويات تحتوي على نصائح وإرشادات لهؤلاء التلاميذ، على غرار كيفية قطع الطريق، استعمال ممر الراجلين، استعمال الممرات السفلية والعلوية، كذلك إشارة المرور وغيرها من النصائح والإرشادات. الغرض من هذه النصائح هو إنشاء ثقافة مرورية لدى هؤلاء النشأ أو هؤلاء الأطفال. هذا فيما يخص التحسيس والتوعية الموجهة لتلاميذ المدارس. بالإضافة هناك أيضا خرجات تحسيسية وتوعوية إلى مراكز التكوين والتمهين، حيث كان هناك عندنا العديد من الخرجات التحسيسية والتوعوية من خلال تقديم فيديوهات تحتوي على نصائح وإرشادات، كذلك تقديم بعض الشروحات حول كيفية السير في الطريق، تجنب استعمال سماعات الأذن، تجنب كذلك استعمال الهاتف النقال باعتبارهم مقبلين على اجتياز جواز السياقة. وبالتالي هذه النصائح تكون موجهة من قبل، العمل يكون استباقي. هذا فيما يخص التحسيس إلى مراكز التكوين. أيضا هناك عمل آخر متمثل في استغلال المناسبات، بحيث كان هناك أسبوع توجيهي مخصص إلى تلاميذ ثانوية ابن الهيثم، كان هناك خرجة ميدانية من قبل مصالح أمن ولاية. نشير إلى الفتح من جوان يوم الطفولة الذي كان مناسبة من أجل ترثيف هذه النشاطات التوعوية لفائدة هذه الشريحة. بطبيعة الحال قلنا نستغل مثل هذه المناسبات ونقوم بوضع أبواب مفتوحة تحتوي على ورشات رسم بالنسبة للأطفال. مؤخرا كان هناك عيد الطفولة، بحيث قمنا بوضع برنامج خصيصا لهؤلاء الأطفال على مستوى ساحة كيطاني بباب الواد، حيث كان هناك أبواب مفتوحة، كان هناك ورشات رسم حول السلامة المرورية، كان هناك حظيرة بيداغوجية ومرورية لفائدة الأطفال، فرق الأمن العمومي تقدم لهم الشروحات حول السلامة المرورية، حول إشارات المرور، كذلك كيفية قطع الطريق وغيرها من النصائح والإرشادات. بطبيعة الحال العمل يكون بالتنسيق، كان هناك المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات كانت كذلك شاركت معنا خلال هذه الأبواب المفتوحة من خلال القيام بورشات رسم، تقديم مطوية تحتوي على نصائح وإرشادات حول السلامة المرورية. كذلك الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية شاركت معنا، كذلك دار شباب باب الواد ومختلف الفاعلين الميدانيين، كذلك عندنا الكشافة الإسلامية الجزائرية، ايضا شركاء الامنيين الاخرى، قياده الدرك الوطني كذلك شاركت معنا. هناك تنسيق بين فعاليات المجتمع المدني، هذه الجمعيات وغيرها ومختلف الاسلاك التي تعنى بضمان الامن الحضري داخل المدن. بطبيعه الحال العمل يكون بالتنسيق مع الشركاء الميدانيين. قلنا عندنا الكشافه الاسلاميه الجزائريه، كان هناك برنامج مخصص خلال شهر رمضان الفضيل، كانوا شاركوا معنا من خلال التنقل الى محطات نقل المسافرين، المحطات البرية، كان عندنا خرجة الى محطة خروبة لنقل المسافرين، كان هناك تحسيس وتوعية سواق الحافلات المسافات الطويلة بضرورة أخذ القسط من الراحة أثناء تنقلاتهم لتجنب وقوع حوادث المرور، هذا خلال شهر رمضان الفضيل. إضافة إلى مع قدوم عيد الفطر المبارك كان هناك أيضا تحسيس وضمان انسيابة مرورية وتسهيل حركة المرور من طرف أفراد الأمن المتواجدين في الميدان، بالإضافة إلى العمل التحسيسي والتوعوي يكون دائما خلال النشاطات التي نقوم بها. طيب، مصالح الأمن الوطني داخل المدن تعمل أيضا على تسهيل انسيابية وحركية الطرقات، ما هي الإجراءات المتخذة من أجل ضمان هذه المرونة طبعا لتفادي حوادث المرور ولضمان أيضا راحة مستخدمي الطريق؟ بطبيعة الحال قلنا دائما العمل الاستباقي ألا هو التحسيس والتوعية على مستوى نقاط تفتيش الحواجز الأمنية. العمل قلنا يكون مع بشراكة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من خلال تقديم مطويات تحتوي على نصائح وإرشادات، تحسيس السواق مختلف المركبات وتحسيس تحسيسهم أيضا بمسؤولياتهم اتجاه الآخرين لتجنب وقوع حوادث المرور. بالإضافة إلى العمل التي تقوم بها فرق الأمن العمومي المتواجدة دائما في الميدان
لضمان انسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور على مستوى الطرقات الرئيسية للمحاور المؤدية إلى الفضاءات العمومية وأماكن الترفيه، وكذلك مع قدوم موسم الاصطياف. نعم. راح يكون هناك برنامج نتحدث ربما عن النقاط السوداء التي تسعون دائما إلى القضاء عليها داخل المدن. ذكرت الشواطئ، موسم الاصطياف، الطرق المؤدية إلى الشواطئ، نتحدث عن العاصمة وكيفية فك الخناق عليها من خلال جملة من الإجراءات. بطبيعة الحال من بين الأهداف هو العمل على تسهيل حركة المرور وضمان انسيابية المرورية على مستوى قلنا الطرقات، المحاور المؤدية إلى الفضاءات العمومية، أماكن الترفيه، إلى الشواطئ، بحيث تقوم الفرق الأمن العمومي المتواجدة في الميدان بتسهيل حركة المرور لتسهيل الطريق أمام المواطنين المقبلين على دخول موسم الاصطياف والتوجه إلى الشاطئ. ما هي هذه الإجراءات؟ قلنا أولا تسهيل حركة المرور، هناك مخطط أمني موضوع خصيصا لموسم الاصطياف من خلال تواجد الفرق الأمنية على مستوى الطرقات بحيث تقوم بتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى هناك جانب آخر قلنا التحسيس وتوعية المواطنين بتجنب التهور في الطريق، تجنب السرعة المفرطة، تجنب المناورات الخطيرة. أيضا الحد على تفقد المركبة قبيل الانطلاق لأن هناك عدة عوامل مؤدية إلى وقوع حوادث المرور. تحدثتم دائما عن العمل الاستباقي من أجل تحقيق النتائج على الميدان، هل من عمل استباقي الآن بالنسبة لموسم الاصطياف، خاصة تحضير وتكوين الأعوان من أجل ضمان راحة المصطافين حتى تلك الفرق، فرق بحارة المتواجدة على الشواطئ التي سترافق المصطاف والتي ستضمن له الراحة والاستجمام؟ بطبيعة الحال هناك تحضير مسبق لموسم الاصطياف بحيث يكون هناك أعوان موضوعين خصيصا لتسهيل قلنا حركة المرور، وكذلك هناك فرق أخرى، فرق على مستوى الشواطئ تضمن سلامة المواطنين وأمنهم خلال موسم الاصطياف. هل من تكوين خاص لهذه الفرق؟ بطبيعة الحال كل فرق تخضع إلى تكوين خاص بها حسب طبيعة العمل، بحيث فرق الأمن العمومي يخضعون كذلك إلى تكوين لمعرفة طريقة التعامل مع الأحداث والمناسبات. ما هو دور المواطن في إطار هذه الخطة كلها، هذه الإجراءات، كيف تراهنون أيضا على دور المواطن، ماذا تنتظرون من المواطن لإنجاح هذه الخطط؟ طبيعة الحال في الحديث عن دور المواطن في خلال هذه المخططات، كان عندنا مؤخرا خرجة ميدانية كان شارك فيها مجموعة من الشباب متطوعين لتوعية وتحسيس سواق المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم. كان هناك أيضا وسائل إعلام باعتبارها هي كذلك تشارك في نشر الوعي لدى المواطن. كان هناك خرجة من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع مجموعة من هذه الشباب، لأن المديرية العامة للأمن الوطني ترحب بمثل هذه المبادرات. كان هناك تحسيس مشترك للمواطنين وسواق المركبات، كذلك كان هناك حث على ثقافة التبليغ باعتبارها جد ضرورية وتعتبر كذلك جزء من المعادلة الأمنية، لذا المواطن يعتبر كشريك أساسي في المعادلة الأمنية، لهذا دائما نحثه على ثقافة التبليغ من خلال استعمال أرقام الخضراء 1548، كذلك رقم النجدة 17 وتطبيق آلو شرطة الذي يتيح إلى مستعمليه إرسال الصور والفيديوهات في الوقت المناسب. عندنا كذلك دعائم اتصالية الأخرى، عندنا موقع التواصل الاجتماعي، عندنا شرطة الجزائر العاصمة، عندنا موقع المديرية العامة للأمن الوطني، الشرطة الجزائرية، وغيرها من الدعائم الاتصالية التي نحث دائما على المواطن للتبليغ عن مثل هذه بعض التصرفات السلبية. رغم كل هذه الإجراءات إلا أن الأرقام، أرقام حوادث المرور، تبعت دائما على الحسرة الكثير من الضحايا للأسف داخل المدن، أيضا مدننا ليست بمنأى عن حوادث المرور التي تحصد الكثير من الأرواح. ما هو ربما الخطاب الجديد المعتمد، الإجراءات التي ربما تعتبر أيضا جديدة من أجل تحقيق نتائج أكثر ميدانيا؟ ونعود طبعا إلى الأرقام، ربما عندك بعض الأرقام حول حوادث المرور أيضا هنا بالجزائر العاصمة. بطبيعة الحال حوادث المرور تبقى تشكل هاجس لدى المواطن، ومؤخرا خلال 5 أشهر الأولى من سنة 2022 كنا سجلنا 306 حادث مرور، عندنا 348 جريح، بالإضافة إلى 17 قتلى. وهذه
الحصيلة تقابلها حصيلة التحسيس والتوعية التي كنا قمنا بها، حيث قمنا عن ما يزيد من 100 خرجة ميدانية تحسيسية إلى نقاط التفتيش والحواجز الأمنية لتحسيس سواق المركبات. عدنا كذلك دروس تحسيسية وتوعوية مقدمة إلى الأطفال في المدارس، سجلنا أكثر من 50 حملة تحسيس وتوعية لفائدة هؤلاء الأطفال. إذا كلها حملات توعوية تصب في إطار ضرورة نشر الثقافة المرورية والتأكيد على السلامة المرورية إلى جانب التوعية. هناك أيضا الجانب الردعي الذي لا يقل أهمية بالنسبة للمخالفين. بطبيعة الحال الجانب التحسيسي والتوعوي لا يكفي وحده، إنما هناك جانب آخر أنا هو جانب الردعي، بحيث هناك فرق الأمن العمومي المتواجدة في الميدان، في حالة هناك مخالفات راح تكون إجراءات في حق هؤلاء المخالفين. الآن تحدثنا عن جملة هذه الإجراءات، ما هي النصائح التي تقدمها مديرية الأمن الوطني للمواطن خاصة في المدن الحضرية، بما أنه نتحدث معكم سيادة الملازم المدن الحضرية لإقبال على موسم الاصطياف، كثرة الحركة، التنقل من ولاية إلى أخرى، جملة من النصائح هكذا لضمان انسيابية الطرق، لضمان أن يتحول المواطن فعلا لشريك حقيقي، لضمان أيضا السلامة المرورية. ندعو المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية أولا، كذلك توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم باعتبار مقبلين على موسم الاصطياف، بحيث يكون هناك تنقل العديد من المواطنين مع عائلتهم لاجتياز موسم الاصطياف، وبالتالي ندعوهم إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه الآخرين وتجنب حوادث المرور التي أصبحت تشكل هاجس لدى المواطن، وبالتالي شفنا قد الكثير من الأشخاص فقدوا عائلة تاعهم، فقدوا الأصدقاء تاعهم، فقدوا جيرانهم، وبالتالي ندعوهم دائما إلى تجنب التصرفات السلبية التي من شأنها أن تسبب حوادث مرور. كنا ركزنا على الجانب التوعوي باعتباره جد وضروري. التوعية لا تشمل فقط سواق المركبات، وكذلك تشمل كذلك الراجلين، بحيث شفنا بعض التصرفات من طرف مواطنين كاستعمال سماعات الأذن، عدم احترام إشارة المرور وقطع الطريق مباشرة، عدم استعمال الممرات العلوية، وبالتالي راح يسبوا في حادث مرور خطير. لهذا ندعوهم إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بقواعد السلامة المرورية. حبذا لو نختم أيضا بضرورة ترسيخ أيضا ثقافة التبليغ عند المواطن عندما يشاهد سلوك سيء أحد ما يتجاوز قوانين المرور، كيف يتصرف هذا المواطن؟ التبليغ الذي يبقى أساسي من أجل أن يسمح لمصالحهم بالتحرك. بطبيعة الحال قلنا أنه ثقافة التبليغ تعتبر جزء من المعادلة الأمنية، نعم، وهي جد ضرورية. مؤخرا قلنا كانت عندنا خرجة مع مجموعة من الشباب متطوعين حول ثقافة التبليغ، بحيث قاموا بتمثيلية صغيرة حول عملية الاعتداء على مواطن والتبليغ عليه من خلال الأرقام الخضراء 1548. قلنا كذلك عندنا رقم النجدة 17، عندنا تطبيق ألو شرطة المتيح تحت تصرفهم للتبليغ أو الاستفسار، عندنا كذلك قلنا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على غرار صفحة الشرطة الجزائرية المديرية العامة للأمن الوطني، صفحة شرطة الجزائر العاصمة. نتلقوا بلاغات من طرف المواطنين، في بعض الأحيان نتلقوا صور، نتلقوا فيديوهات تساعدنا كذلك على القضاء على الجريمة. في الكثير من الأحيان سبب للقضاء على عدة ظواهر الجرائم وأيضا حلحلة العديد من القضايا. بطبيعة الحال مؤخرا عالجت سواء مصالح أمنية الجزائر أو مصالح الأخرى العديد من القضايا جراء التبليغات من طرف المواطنين، سواء قلنا على من خلال إرسال صور أو فيديوهات أو مكالمات المتحصل عليها. كما نخبر المواطنين أنه في حالة الاتصال الأبواب راح تكون مفتوحة وراح نتعاملوا مع المعلومة بكل سرية دون الإفصاح عن المبلغ. نعم، أشكرك جزيلا الملازم الأول أمير شردي الإطار بخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر العاصمة، شكرا على الحضور وعلى كل هذه الإفاضة والتفاصيل. شكرا لك سيداتي. مشاهدينا إذا تحدثنا عن حوادث المرور وخطرها أيضا على الحياة، حياة المواطن، ونحن مقبلون على فصل الاصطياف، خطر من نوع آخر، الحرائق التي تهدد للأسف المساحات الخضراء، جهود كبيرة للحماية من حرائق الغابات، تنسيق بين مختلف الأسلحة وأجراءات أيضا استباقيات بإشراك المواطن وفعاليات المجتمع المدني. العينة تأتينا من ولاية أسريت مع الزميل عمار طبال في هذا الحوار المسجل مع محافظ الغابات لولاية أسريت. عمار،
عبدالعزيز علي ومحافظ الغابات لولاية سكيكدا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا لهذه الزيارة وهذا الاستضافة هنا بغابة ملي توفوت ببلدية عين قشرة. يعني ولاية سكيكدا كما هو معروف ولاية غابية تتوفر على مساحة كبيرة من الغابات، كم هي مساحتها ومن هي نوعية الأشجار الموجودة فيها؟ طبعا ولاية سكيكدا هي ولاية غابية بامتياز، إذ تشكل الثروة الغابية بها مساحة تقدر ب 198 ألف هكتار. الأصناف السائدة هي البلوط الفليني ب 62 ألف هكتار، يليها البلوط الفليني مختلط بالصنوبر البحري ب 8400 هكتار، ثم الصنوبر البحري صافي ب 4000 أكثر من 4000 هكتار 5400 هكتار، ثم يليها التشجير الموجز في السبعينات بشجر بالكاليتوس ب 1700 هكتار، ثم أشجار الزان اللي هي ضئيلة نوعا ما توجد في قمم الجبال عندنا، ولكن الأدغال تشكل القسم الأكبر بهذا الولاية، تشكل الأدغال 63% من المساحة الغابية. ما هو تقييمك لحملة التشجير لهذه السنة؟ حملة التشجير لهذه السنة انطلقت مباشرة بعد انقضاء حملة المكافحة والوقاية ضد الحرائق من السنة الماضية، كان يعني انطلقت في 25 اكتوبر، منذ 25 اكتوبر الى نهاية شهر مارس تم غرس 195 ألف شجيرة غابية وأشجار مثمرة أيضا. التقييم كان جيد لأنه شاركت كل أغلب الهيئات، شاركت أيضا المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات الناشطة في المجال البيئي. والجديد في هذا الحملة هذه السنة دخلنا الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية مثل الخروب، لأنه ثمار الخروب عندها أهمية اقتصادية، وإن شاء الله هذه البداية وإن شاء الله سنستمر في هذه التجربة إن نجحت إن شاء الله. كما هو معلوم الولاية شهدت الصيف الماضية عدة حرائق، كم عدد الحرائق وما هي الأضرار الناجمة عنها؟ نعم، بطبيعة الحال غابات ولاية سكيكدا تشهد حرائق كل سنة. العام الماضي شهدت حرائق أتلفت 3600 هكتار، عدد الحرائق كان 125 حريق، يعني فاتت النسبة فاتت المعدل السنوي لعشر سنوات سابقة اللي هو 1700 هكتار سنويا. إذا كانت حرائق كبيرة وكانت في ظرف قصير، يعني أسبوع فقط وين كانت حرائق مهولة، وكان تأثير كبير على الساكنة وعلى السكان المجاورين للغابات، حيث يعني كان اللي فقد الأشجار مثمرة، والثاني الإنتاج الحيواني وكذا الإنتاج النباتي. يعني ونحن على أبواب الصيف، ما هي الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار الحرائق وتسهيل عملية إخمادها في حال نشبت؟ شكرا. هو منذ نهاية الحملة الماضية كانت إجراءات استباقية، كان مشروع استعجالي اللي قمنا به هو تطهير الغابات. كان عندنا مشروع 100 هكتار لتطهير الغابات كنا أنجزناه واستلم، مشروع اللي هو مازال قيد الإنجاز من طرف المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور 150 هكتار لتنقية الغابة من الحطب المحروق، ثم تلاها بعد ذلك حملة الغرس اللي كنا تكلمنا عليها وحملة التحسيس والتوعية اللي بدينا فيها، وكاين أشغال وقائية. الأشغال الوقائية اللي تمثلت مثل هذا المشروع اللي رانا فيها، هذا المشروع اللي هو تهيئة خنادق ضد النار اللي بمساحة 50 هكتار. احنا كان عندنا مشروع إجمالي اللي هو 165 هكتار، انجزنا منه لحد الآن 135 هكتار، ويعني في حدود نسبة الإنجاز هي 82%. الأشغال الجارية
هذا بالنسبة للخنادق النار. كاين أشغال أخرى اللي هي تهيئة المسالك الغابية. في هذا المجال أنجزنا 30 كيلومتر على برنامج المنفعة العامة داس اليد العاملة المكثفة، هذا استلم نهائيا. أنجزنا كذلك 15 كيلومتر ضمن برنامج مركزي ممول من طرف الصندوق الوطني للتنمية الريفية، هذا ثاني 15 كيلومتر أنجزت. وأما فتح المسالك الغابية كاين عندنا 13 كيلومتر فاصل 5 راهي في أنجز الجزء الأول منها وقريبا إن شاء الله تستلم. كذلك عندنا 47.5 كيلومتر اللي كان سلمنا أوامر الخدمة للمؤسسات لإنجازها إن شاء الله، انطلقت اليوم العملية وإن شاء الله الجزء الأول سينجز خلال من هنا إلى شهر جويلية. ستنطلق الحملة التحسيسية للوقاية من حرائق الغابات، حدثنا عنها من فضلك. شكرا. هي كاين في الحقيقة كاين حملتين، الحملة الأولى اللي قمنا بها في شهر ماي وهي حماية حملة من أجل الوقاية من حرائق في المحاصيل الزراعية، هذه كانت حملة في شهر ماي وكان مجموعة من الشركاء، حماية المدنية، الغابات، المصالح الفلاحية، الدرك، الأمن. إن شاء الله ستنطلق حملة للوقاية والتحسيس، التحسيس قصد الوقاية من حرائق الغابات اللي رايحة تجول إن شاء الله الولايات البلديات المجاورة للغابات. راح يكون الانطلاقة من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في سكيكدا، وتكون تجول بلدية الحدائق بوشطاطا، عين الزويت، ثم سكيكدا، ثم بني بشير. وعندنا برنامج مسطر يعني طول هذا الشهر تاع جوان. بالنسبة للمجتمع المدني كيفاش يعني تعولوا عليه باش يساهم في الحملة هذه؟ نعم، المجتمع المدني كان درنا اجتماعات مع المجتمع المدني، هو الشركاء يعني الإدارات اللي شركاء إدارة الغابات، بالإضافة إلى المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات اللي تنشط في المجال البيئي، وكذلك جمعيات الصيادين، وكذلك جمعيات الوسط الريفي. السيد عبد العزيز علي ومحافظ الغابات لولاية سكيكدا، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، الشكر لكم. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب.
استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. أهلا بكم من جديد. تابعنا منذ قليل مع زميلة عمارة طبال جهود محافظة الغابات لولاية ستيتدا لمكافحة الحرائق في خطة استباقية قبيل دخول موسم الاصطياف وارتفاع درجات الحرارة. الحرائق إذن، حوادث المرور، السباحة أيضا في الأماكن الممنوعة، وعديد الأخطار والحوادث المرتبطة بفصل الصيف التي يسعى من جهتهم أعوان الحماية المدنية للحماية منها من خلال جهود تصب في إطار التوعية وإشراك المواطن كحلقة أساسية لصيف آمن دون حوادث. في البلاتو يحضر معي النقيب مراد يوسفي المكلف بالأعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. سيادة النقيب، مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير سيدتي، جمعة مباركة لك ولكل المشاهدين الكرام. جمعة مباركة وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. إذن، عدة حوادث تسعى الحماية المدنية كغيرها من الأسلاك من أجل التوعية والتحسيس بخطورتها، وأيضا تصدير العديد من الإجراءات لحماية المواطن منها. نبدأ بحرائق الغابات، عدة جهود لمكافحة حرائق الغابات. الحماية المدنية دور محوري لحماية المساحات الغابية والتوعية والتحسيس من خطر الحرائق. أكيد سيدتي الكريمة، أولا نشكركم على هذه الاستضافة حتى نوضح للمواطنين يعني الجهد الذي تبذله يعني الحماية المدنية، وكذلك حتى يستفيد من هذه النصائح يعني ربما للتقليل من هذه الحوادث. نبدأها بحرائق الغابات. حقيقة يعني انطلقت يعني المديرية العامة للحماية المدنية، رأى يعني السيد المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف يعني استباقية هذه السنة يعني مبكرا في حملة يعني للتوعية والتحسيس من مخاطر حرائق الغابات، يعني نظرا ما شاهدناه يعني في سنة 2021 كانت يعني استباقية يعني مبكرة، وخاصة يعني المحاصيل الزراعية، كذلك المحاصيل الزراعية وين يعني ليس الجهاز حماية المدنية لوحده فقط، بل هناك شركاء فاعلين معنا في الميدان، نذكر منهم يعني محافظة الغابات، حتى الجهات الأمنية، الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني، الجمعيات يعني أو المجتمع المدني الذي نعول عليه كثيرا هذه السنة، خاصة يعني في القرى أو المداشر التي تسكن محاذاة لهذه الغابات أو يعني أماكن الاستجمام الذي يقصدها المواطن عوضا يعني الشواطئ. يعني كنا انطلقنا في حملة التحسيسية نتقرب إلى المواطن لنعطيه ما هي أهمية هذه الثروة الغابية الذي أعطاها المولى عز وجل، يعني ثروة غابية هائلة بتقدر حوالي 4.1 مليون يعني هكتار على يعني على الشريط يعني الجزائر ككل يعني الوطن، يعني هذه الأهمية الغابية، ثم نعطيه بعض النصائح كيف يتعامل سواء في عملية التبليغ في بداية هناك إذا كان هناك بداية حريق، كيف يتعامل القرى هذه القرى والمداشر التي تكون محاذاة يعني للغابات إذا كان هناك حريق، كيف يتم عملية إجلائهم. وهنا نفتح قوس لنقول للمواطنين اللي كنا نقول لهم يعني دائما خاصة هذه القرى يعني باش ما يصرناش مثل ما يعني ما صرنا يعني في 2021 حقيقة يعني باش ما يجيوش القرى اللي يكونوا بعاد للقرى القرية المتضررة، حتى باش يسمح لنا نحن كالحماية المدنية أو الجيش الوطني الشعبي أو كل يعني المقياسات اللي يدخلوا في هذه الحوادث الحرائق مهمة الغابات. جدا هذه الثقافة، هذه التقافة. التعامل مع حدوث الحريق قبل وبعد وحتى أثناء ذلك. هذا ما نعول عليه يعني هذه التوصيات، لأن كما تفضلت يعني قبل وأثناء وبعد يعني باش ما يتجمعوش كلهم يعني في هذه القرى، باش ما يصعبوناش المهمة تاعنا في التدخل، لأن شفنا يعني سواء الشاحنة تاعنا ولا شاحنة تاع الجيش الوطني الشعبي ولا حتى تاع الدرك الوطني اللي يعني يروحوا باش يطفيوا هذيك الحريق الغابات يصيبوا صعوبات يعني في المسالك، يعني ما يوصلوش لاكتظاظ المواطنين أو يعني الفضوليين اللي حبوا يجوا باش يشوفوا، لهذا نقول لهم يفسحوا لنا الطريق يخلونا التدخل. نحن الآن الحمد لله يعني الدولة الجزائرية وفرت لنا يعني كل الإمكانيات للتدخل يعني في مثل هذه الحرائق الغابات، سواء نحن ولا الجيش الوطني الشعبي اللي عنده كذلك إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا
في التدخل، لهذا من صعوب نقول لهم يعني هذا السلوك الحضري يعني في عملية الإجلاء، يعني لازم تسمعونا كيفاش هكذا، يعني ما تخممش على دارك، حنا اللي نحميوها لك الدار تاعك، يعني انت ما عليك الا تخرج باش ما تكونش يعني ضحيه كما شفنا عدد الوفيات اللي ربي يرحموا عليهم يعني ان شاء الله في السنه الماضيه في 2021، اللي كنت انا شخصيا كنت هناك في ولايه تيزي وزوف لاربعيناتيناتن، اللي هناك بعض السكان اللي ما حبوش يعني يخليوا المساكن تاعهم، خايفين على المساكن تاعو، لكن تخاف على الروح تاعك يعني افضل يعني المسكين يتعوض. وشفنا يعني التعويضات تاع الدوله الجزائريه اللي عوضت يعني كل يعني صحيح. كل يعني المرافقه مضمونه اكيد، ولكن التوعيه القبليه ايضا تبقى مهمة. من اجل تفادي هكذا حرائق، من اجل تفادي ايضا الضرر سواء كان للمساحات الغابيه وايضا للمحاصيل الزراعيه. في هذه الحمله التي انطلقت في 16 من مايو الماضي تركزون ايضا على اهميه حمايه المحاصيل الزراعيه التي هي بدورها ايضا ضحية، نقولها هكذا بهذه الكلمة، ضحية الحرائق. كيف تحمون المصارع المحاصيل الزراعية، دور الفلاحين اليوم في حماية هذه المحاصيل، حتى أنتم قمتم بعدة عمليات محاكاة من أجل تلقين ربما طرق التعامل الصحيح والسليم من أجل حماية المحاصيل وأيضا التصرف في حال ملاحظة حريق، حتى تفادي أيضا ربما توسع هذه الحرائق إلى بؤر وإلى باقي المحاصيل. أكيد يعني في المحاصيل الزراعية يعني هناك رهانات يعني الدولة الجزائرية يعني باش هذه السنة يعني باش المحافظة على يعني المحاصيل الزراعية خاصة يعني الحبوب اللي نعرفوا بالأزمة العالمية اللي تمر بها يعني كل العالم. لهذا يعني رأى يعني السيد المدير العام لمرافقة المستثمرين الفلاحيين وحتى يعني الدولة الجزائرية المرافقة المستثمرين الفلاحيين يعني في المحاصيل الزراعية. كنا بدينا أولا في ولاية الجنوب يعني في شهر أفريل، نعرفوا بأن ولاية الجنوب هناك يعني عملية الحصاد مبكرة على المناطق الشمالية. كنا بدينا أولا في شهر أفريل على في المناطق الجنوبية، كانت الانطلاقة الرسمية من ولاية أدرار، وثم في 16 مايو يعني في يعني المناطق الداخلية يعني الشمالية. يعني كمان نشكر يعني كل الولاة الجمهورية اللي كانوا رافقونا وكانوا حضروا معنا في هذه الحملة التحسيسية لأهميتها، لأنه كما يراهن السيد المدير العام للحماية المدنية اللي قالنا بالحرف الواحد، كان ما نحبش تروح قطعة يعني تاع المحاصيل الزراعية، بل ما يحبش نروح سنبلة واحدة ولا حبة واحدة. هذا هناك جملة من الإجراءات لتفادي اندلاع ونشوب الحرائق بقرب المحاصيل الزراعية، صيانة العتاد الفلاحي وأيضا تلك الأكوام من المحاصيل بعد خاصة عملية الدرس والحصاد التي انطلقت في الكثير من ولايات الوطن. أكيد احنا ما هذا ما اقتربنا يعني اللي اقتربنا ما زلنا إلى يومنا هذا نقترب إلى المستثمر الفلاحي لنعطيه جملة من التوصيات حتى ما يكونش هناك يعني حريق يعني في المحاصيل الزراعية. كما تفضلتي وهو شيء مهم وضروري جدا، وهي صيانة آلة الحصاد وكذلك بتزويدها يعني بمدفأة يعني الإكستنكتور وكيفية الاستعمال تاعها. نحن الآن نكونهم يعني سواء يعني سائقي هذه المركبات يعني اللي تحصد تاع الحصاد ولا حتى الفلاحين، كذلك نعطيه بعض التوصيات لإجراء شريط خاصة المحاصيل التي تكون محاذية للطرقات، اللي نعرفوا بعض السائقين اللي ربي يهديهم يعني يرمون السجائر يعني من السيارات، ربما يكون هناك اندلاع حريق، كذلك المحاصيل اللي تكون بقرب السكك الحديدية. يعني نشكر كذلك وزارة النقل التي قامت يعني تقريبا بتنقية كل مسالك هذه المسالك السكك الحديدية، نعرفوا حتى باش ما تكونش هناك انتشار للحريق، كذلك اللي تكون محاصيل زراعية محاذية للغابات اللي كما تفضلتي وتكون بؤرة يعني من محاصيل زراعية ثم تنتقل إلى حريق غابة. كذلك ننصحهم يعني بوضع يعني بأحواض مائية أو الصهاريج يعني تكون يعني مع يعني بداية الحصاد ما بين الحصاد وكيفية استعمالها، لكن هنا نفتح قوس حتى ما تكونش هذه الأحواض يعني الأحواض المائية ما تكونش عرضة للسباحة من طرف الأطفال، يجب تسييجها ومن الأحسن أن تكون مرتفعة على سطح الأرض يعني على الأقل 70 يعني سنتيمتر، وتكون هناك فيها لافتة يعني ممنوع للسباحة
وغمق يعني هذا الحوض المائي يعني. وهناك كذلك اشراك الارتال المتنقله لمكافحه احرق الغابات، هذا هو الجديد هذه السنه، وبامر من السيد المدير العام للحمايه المدنيه هذا يعني اشتغل يعني فعل الارتال المتنقله هذه السنه يعني في يعني مرافقه المستثمرين الفلاحيين يعني في الحرائق المحاصيل الزراعيه وكذلك الوحدات الحمايه المدنيه كلها مفتوحه يعني امام المستثمرين الفلاحيين، والجهاز تاعهم يعني يكون في عين المكان اذا حب، خاصه اللي تكون عنده المحاصيل يعني كبيره جدا، ما عليه الا ان يتوجه الى وحدات الحمايه المدنيه ويقول بلي غدا نحن نبدا يعني الحصاد تاعي، سوف يكون هناك جهاز امني محاذي مرافقه للمستثمرين، وهذا حفاظا على الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي لكل الوطن الجزائر. جميل جدا. الى جيجل الان ازيد من 3900 هكتار من الثروه الغابيه اتت عليها حرائق الغابات خلال السنه المنصرمه، جهود كبيره من طرف قياده الدرك الوطني وغيرها من الاسلاك لحمايه الغابات والرفع ايضا من درجه الوعي عند الساكنه. الروبورتاج لعبد الحليم شمعوني. تعاونونا باش يكون موسم اصطياف ناجح بدون حوادث وبدون حرائق. بهدف الوقاية من حرائق الغابات وما تخلفه من خسائر وأضرار بالغة، حملة تحسيسية واسعة قدم خلالها عناصر الدرك الوطني نصائح وإرشادات للحفاظ على الثروة الغابية. هذه حملة يعطيكم الصحة عليها وبارك الله فيكم، لأن هذه مهم داخلة في الدور تاعكم والدور تاعنا احنا أن نحميو الغابات ونحميو البيئة تاعنا ونحافظوا عليها، وين لازم نعرفوا كيف الشعب لازم يكون واعي يحافظ، يقعد في بلاصه ينظفها ينقيها، يفيتي هذوك المواد اللي قابله للاشتعال، ما يطيش دخان، ما يخليش الزجاج، ما يخليش البلاستيك، ما يخليش الكاغط، اشعه الشمس هذه مع الالترافيولي وهذا قادره تسبب حرائق. الحرائق هذه قادره تدير عوارض وخيمه، تضر الانسان، تضر الحيوان، تضر كلش. حمله تحسيسيه ما شاء الله، مدى بينا الشعب الجزائري كاع يكون متحد يد وحده ان شاء الله باش نحميو بلادنا الطروه هذه الفلاحيه. الله يبارك الزراعه، مدى بينا تكون لاباس ننسيو كيفاش الماكسيموم بعدو الحرائق ونكونوا لاباس بربي ان شاء الله، ونفوتوا موسم اصطياف شباب باذن الله، والعائلات والشعب كامل يفرحوا. واش راه نقول لك حضرات، مدى بينا تكون الوقايه من الشعب، بعد الشعب لازم يكون بعد يكون يحس واش راه يصرى ونيفيتيو الماكسيموم هاد الحرائق ان شاء الله. الشعب الجزائري كاين رقم الاخضر 1055 الدرك الوطني، يتصل اي حاجه يشوفها نار صغيره، كاين الحمايه الحمايه المدنيه الرقم الاخضر 14، لازم الشعب الجزائري يكون معنا كاع، نكونوا يد وحده ان شاء الله. نقوم هذا اليوم بحمله تحسيسيه جهويه لفائت المواطنين انطلاقا من مدينه جيجل الساحلية. هذا التحسيس الجماعي قصد نشر الوعي في أوساط المواطنين للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال الفترة الصيفية، كما نذكرهم بأن القانون يعاقب كل من تسبب عمدا في هذا الفعل المجرم وهو حرق الغابات والمحاصيل الزراعية. كذلك نطلب من إخواننا المواطنين أن يكونوا فعلا شركاء فاعلين في الميدان للحفاظ على سلامة ثروتنا الغابية ومحاصيلنا الزراعية، وذلك بالتبليغ فورا عن الحرائق بالاتصال على الرقم الأخضر 1055. الهدف من الحملة التحسيسية هذه توعية المواطنين، توعية السواح في بخصوص حماية الطبيعة وحماية الثروة الغابية. بقفاش العام اللي فات صراو حرائق غابات كبيرة على مستوى ولاية جيجل، على مستوى ولاية كاين مام كاين حتى أرواح بشرية. اليوم نقوم بيوم تحسيسي بحضور كل السلطات المدنية والعسكرية منها الدرك الوطني، وهذا من أجل المحافظة على الثروة الغابية منها النباتية والحيوانية. ما يخفاش عليكم كل عام الجزائر تضيع مساحات كبيره من الغابات، ارتئينا ان نقوم بهذا النشاط، وهذا من اجل يعني توعيه كل السكان والمواطنين والزوار الى الغابه. هي اجراءات احترازيه تستوجب وعي المواطنين تجنبا لمختلف الكوارث المحتمله.
إجراءات احترازية وتوعية وتحسيس المواطن بهدف حماية المساحات الغابية. أعود إليك الملازم أو عفوا النقيب مراد يوسفي، إضافة إلى التوعية والتحسيس، إجراءات وقوانين أيضا لحماية الغابات، القانون الذي يمنع إضرام النيران حتى وإن كان بهدف الشواء، ونحن في موسم ربما الكثير من العائلات يتوجهون إلى الغابات لقضاء أوقات ممتعة، لكن حماية الغابة هي الأولوية. هي الأولوية أكيد حقيقة، يعني في خارجتنا المدنية كما شفنا الآن في الروبورتاج، يعني في ولاية جيجل اللي هي تقريبا في كل الولايات اللي فيها المساحات الغابية هناك مثل هذه الحملات بالتعاون، يعني سواء مع محافظة الغابات ولا الدرك الوطني ولا الأمن الوطني. ونتقرب خاصة للمنتزهات، يعني المنتزهات اللي يقصدها العائلية، المنتزهات الغابية، اللي ما يخفركش بأن هناك الآن قانون يعني سري مفعول بأنه يعاقب يعني أي يعني شخص يدير عملية شواء أو شعل الفحم على المستوى الغابة، وهذا تفاديا للحرائق الغابات، لأن شفنا في خارجات الميدانية يعني قبل إصدار هذا القانون عند شعل شوية يطفيه يعني مباشرة يعني بمياه، كانت سببا لاندلاع الكثير من الحرائق. نتقرب إليهم ونشوف ونعود نقسموا لهم هذا الكمية هذا الفحم هذاك، ويشوفوا بأن الجمرة ما زالت مشتعلة يعني من الداخل ولا بهبوب رياح صغيرة يمكن إحياء هذا الفحم هذا ويكون هناك حريق للغابة، وكذلك في كيفية تنظيم العائلة الجزائرية وعدم ترك أكرمكم الله الفضلات تاعهم هذيك العشوائية اللي نعرفوها بلي تكون هي السبب الغير مباشر في اشتعال هذه النيران، مثل القارورات يعني البلاستيكية والقارورات من الألمنيوم أو من الزجاج إلى غير ذلك بالانعكاس يعني أشعة الشمس، وهناك يعني تفاعل كيميائي ويسبب كذلك في اشتعال النار. يعني حتى نؤمن حتى هذا لأمنهم حتى باش يفهم العائلة الجزائرية، هذا المنع هذا ليس منعا من أجل المنع لكن لسلامتهم ولحفاظ على هذه الثروة اللي يسيبوها يعني مستقبلا أكيد. سواء لأبنائهم ولا لأبناء أبنائهم في التنزه في مثل هذه الغابة، كما شفنا الأجيال القادمة. أكيد كما شفنا المواطن اللي نشكره اللي كان المواطن اللي أنا يحكي يجب اليد في اليدنا دائما نقولها بأن المواطن دائما هو الحلقة الأساسية في هذه الخرجات الميدانية، هو اللي عنده الدور كبير باش نحافظوا على كل هذه المساحة الغابية، والهدف هو دائما حماية المواطن. المواطن أيضا الكثير من الأخطار أكيد. ونحن على مقربة من موسم الاصطياف إلى الحرائق، إقعاء، هناك أيضا حوادث المرور التي تحصد الكثير من الأرواح. أكيد حوادث المرور كما كنت تابعت يعني في الكواليس، كان يعني الملازم الأول الشرقي كان تكلم على حوادث المرور، لحوادث المرور أصبح يعني الشغل الشاغل الآن يعني تاع الدولة الجزائرية. يعني مؤخرا تقريبا عند أسبوع كنا عملنا اجتماع على مستوى وزارة الداخلية يعني برئاسة السيد الأمين العام لوزارة الداخلية، وزير الداخلية بنفسه مهتم بهذا الموضوع لمعرفة ما هي الأسباب اللي نشوفه في تقريبا الأرقام نفسها ولا طفيفة نوعا ما، يعني هناك زيادة في يعني في حوادث المرور في الأرواح. إذا تكلمنا يعني بلغة الأرقام هذه السنة يعني 2022 نشوفوا بأن هناك يعني تقريبا يعني 20379 يعني حادث مرور الذي تسبب في 716 حالة من وفاة و 24032 يعني جريح. يعني نشوفوا هذه الأعداد يعني في شهر ماي فقط 173 حالة وفاة، يعني هي كانت الرقم الكبير في شهر ماي يعني منذ بداية شهر جانفي إلى يومنا هذا. شفنا خلال يعني الأسبوع يعني من 22 إلى غاية 28 ماي 2022 يعني خلال 7 أيام كانت هناك يعني 43 حالة وفاة يعني في الحوادث المرور. لهذا قلت لك الشغل الشاغل الآن تاع الدولة الجزائرية للتقليل أو الحد من هذه الحوادث المرور، وكنا يعني تناقشنا ماشي الحماية المدنية واللي وحدها فقط، بل استدعى يعني كل الشركاء سواء من الدرك الوطني، الأمن الوطني، الحماية المدنية، من النقل، من العدالة، حتى المجتمع المدني. المجتمع المدني حتى نخرج في الأخير، وهناك اجتماعات يعني قادمة حتى نخرج يعني بنقاط يعني أو حلول استعجالية، هذا ما يؤكد عليه السيد الأمين العام، حلول استعجالية خاصة نحن على مشارف يعني موسم الاصطياف. نعرف بأن موسم الاصطياف هذا تكون فيه هناك تنقل يعني كثير يعني سواء العائلة الجزائرية، لهذا يعني نراهن هذه السنة خاصة المديرية العامة للحماية المدنية في خرجتنا الميدانية للتوعية والتحسيس المواطنين
أو يعني نقول الحوادث المرور ليس إلى سواق المركبات، حتى هناك المشاة، هناك الدراجات النارية، يعني المحطات البرية، يعني كل هذا هكذا. ونشوف حتى يعني الدولة الجزائرية يعني شاركت يعني في التقليل من هذا، نشوفوا إذا خدينا يعني المناطق الصحراوية يعني حتى باش تنقص من التنقل يعني عبر الطرق، دارت يعني انخفاض في التذاكر يعني في الطائرات ب 50% لمواطنين اهل الجنوب يعني للتنقل الى الشمال. يعني هذا من بين الحلول اللي راهي تقوم بها يعني الدوله الجزائريه، خاصه يعني في الحوادث المرور اللي رانا نشاهدوها يعني في هذه الاواخر، يعني هناك ارتفاع. هناك أيضا السباحة في الأماكن الخطرة، للأسف مع حلول طول فصل الصيف العديد من الضحايا خاصة من شريحة الأطفال في الكثير من مناطق الوطن. الحماية المدنية لطالما عكفت على مكافحة هذه الظاهرة بالتوعية والتحسيس وبالتقرب من هذه الأماكن حيث يكثر هذا النوع من الحوادث. أكيد هناك يعني خاصة يعني في المجمعات المائية، وسجلنا في 2021 34 حالة وفاة، كينقول 34 حالة وفاة، 90% مغلبهم أطفال يعني من 16 سنة وما أقل. وهذه السنة يعني في شهر ماي فقط يعني 15 يوم مركز سجلنا 43 حالة وفاة، يعني 21 في الشواطئ، ونعرفوا بأن الشواطئ للموسم الاصطياف لم يفتح بعد، يعني كينقول لم يفتح بعد، يعني حراس الشواطئ ولا حراس الأول الحماية المدنية والموسميين غير موجودين في هذه الأماكن. وهناك 22 وفاة في المجمعات المائية، تقريبا كلهم يعني اطفال ومراهقين. يعني هناك الشواطئ الغير مسموحه اصلا، غير حيث تكثر الصخور وتشكل خطرا على المواطن. لهذا يعني نشكركم اولا انتم الاعلاميين التي تشاركوننا دائما في الابلاغ هذه الرسائل الوقائيه والتحسيسيه، ومن خلال هذا يعني قناتكم الكريمه ناخذ الفرصه حتى نحن الان في الميدان خاصه في السدود وهذه المجمعات المائيه حتى نخبر العائلات الجزائريه، لكن هنا نفتح قوس وللمواطن الجزائري او الاب الجزائري اللي ما يزعبش عليه نقول اين هي مسؤوليه الاباء؟ اين هي مسؤوليه الاباء اللي نشوفوا الطفل يبلغ من العمر؟ اذا التوعيه تبدا من الاسره. اكيد اكيد من الاسره، يعني عندما نشوفوا الطفل يعني 6 سنوات 7 سنوات يروح يعني ضحيه غرق يعني غرق يعني في مجمع مائي او عبر الشواطئ، نقول اين هم يعني اين هم الاباء؟ من هذه المسؤوليه. لهذا نقول نحن نشارك الاباء في التوعيه والتحسيس، ونقول لهم باللي الحقيقه نحن في بعض الاماكن في عبر السدود ولا اللي نروحوا يقول لك انا الاب راني موجود معاه وراني نعس فيه ولدي حتى يبررون انه ليس هناك اماكن ربما للترفيه واماكن للترويح على الناس. للترويح اكيد، واللي معظم الوفيات في هذه المجمعات المائيه يعني فسواء في الاحواض ولا في السدود نصيبوا الاطفال هذوما توجهوا لهذه الاماكن يعني بمفردهم، لكن كيف توجهوا بمفردهم؟ لان الاباء هم اللي راحوا معاهم في بدايه الامر في اول الامر، وراو لهم الطريق ولا وين يروح كما يقولوا احنا يبرد الجسم بتاعه، وهذا هو الخطا. ولازم حتى العائلات الجزائريه الان دور الاباء دور كبير جدا في التقليل، لان نشوف الان الدوله الجزائريه تعتمد على شبابها، ونحن نشوف الشباب بتاعنا اذا تكلمنا على حوادث المرور في الاحصائيات نشوف مغلب الوفيات تتراوح الاعمار تاعهم بين 23 سنه و 35 سنه. في سنه 2021 اكثر من 1700 حاله وفاه، تقريبا 70% كلهم شباب. يعني الشباب تاعنا راه يروح في حوادث المرور ولا في الغرقه ولا غير ذلك، لكن المسؤوليه كما قلت وتفضلت تعود الى الاباء، لان هم الحلقه الاساسيه في تربيه هذه الابناء. لكن رغم هذا نحن نقصد كذلك يعني المدارس. طيب. المدارس بأطوارها الثلاثة، وكذلك المساجد في وقت الجمعة حتى نبلغ هذه الرسائل الوقائية. وخطر السباحة يبقى قائم، وتبقى الرسالة التوعوية دائما متواصلة لتفادي اللجوء إلى هذه الأماكن خاصة في فصل الاصطياف. العديد من الأخطار الأخرى، نتحدث ولو باختصار عن التسممات الغذائية، أيضا التسمم العقربي الذي ينتشر خلال فصل الصيف. أكيد في التسممات يعني احنا في الحمله التوعويه والتحسيس اللي انطلقت يعني يوم 16 ماي من يعني المخاطر التي تحدق يعني بموسم الصيف، من بينها التسممات الغذائيه. نعرف بان التسممات الغذائيه خاصه يعني للعائلات اللي تروح للشواطئ يعني تدي معها الاكل الى غير ذلك، نقول شروط الحفظ وكذلك نوعيه الاكل. ماذا بينا كي نروحوا يعني للشواطئ ما نديوش الاكل يكون سريع التلف،
يعني بالحراره، وهناك يعني الان معدات يعني الحمد لله لغلاسيير الى غير ذلك حتى تحافظ على هذه البروده، خاصه التي تقصد الناس المطاعم. نشوف مطعم الان ما يتوفرش على شروط النظافه ما ندخلش هذاك المطعم، ومن الاحسن يعني تكون عندي الغذاء تاعي تاع البيت تاعي وغذاء صحي. فيما يخص يعني التسمم العقربي في الولايات الجنوب، الان كل تقريبا كل ولاية الجنوب الآن نحن في حملة تحسيسية وتوعية لهذه الساعات يعني تاع العقرب، كيفية الحفاظ عنها، كيفية يعني تقديم الإسعافات الأولية اللي بمفرده حتى الوصول الحماية المدنية وتحويله إلى المستشفى، الآن هي قائمة. وكذلك إذا تكلمنا على مناطق الجنوب نتكلم على حرائق النخيل، كذلك نرافق كذلك أصحاب يعني المستثمرين أو البساتين النخيل حتى كيفية تنقية هذه البساتين باش ما تروحش شجرة النخيل. أنا شجرة النخيل نعرفه بأنها غالية غالية كثيرة، وباش تعطينا شجرة النخيل لسنوات وسنوات. صحيح. لهذا حتى نحافظ على هذه الثروة، وهذا طبعا كله بهدف صيف دون حوادث، دائما أعوان الحماية المدنية في مرافقة المواطن. كلمة ختامية. كلمة ختامية، والله نقول دائما نقولها، شعارنا احنا في الحملة التحسيسية ان المواطن هو الحلقة الأساسية في هذه يعني الحملة التحسيسية. نقول لهم خاصة يعني في الشواطئ موسم الاصطياف سوف يفتح عن قريب ان شاء الله، نقول لهم برك بلي يتبعوا التوصيات تاعنا في الشواطئ، خاصة اذا كانت الراية حمراء السباحة ممنوعة. نحن لا نمنعهم من اجل المنع، لكن نمنعهم من اجل سلامتهم وحفاظ الارواح تاعهم. اذا كانت هناك يعني اشاره خضراء نقول عندما تروحون الى الشواطئ والعائله تكون باكملها رافقوا الابناء تاعكم، ما تخليوش وحدكم في الشواطئ. في الشواطئ خلونا من المجمعات المائيه. الحمد لله الان يعني هناك رحلات اللي توفرها الدولة الجزائرية خاصة في المدن الداخلية، رحلات إلى المدن الشمالية لقضاء يوم كامل على يعني على البحر، على البحر. يعني كل هذه المرافق نقول تبعوا برك يعني إشادات تاع الحماية المدنية ولا الأمن الوطني ولا الذكر الوطني. وفيما يتعلق بحوادث المرور، فيما يخص حوادث المرور والله احنا عندي كلمتين فقط، وهو احترام قانون المرور بسلام يعني بكل حذافره، وتكون عندك يعني أخلاق. لأن الاحترام واجب، إذا احترمنا بعضنا بعض في الطرقات وطبقنا يعني حل قوانين المرور، نأكد لك سيدتي سوف ينخفض معدل حوادث المرور 80 إذا لم أبالغ 90%. نعم، أشكرك جزيلا النقيب مراد يوسفي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. شكرا لك. مشاهدينا متواصلون دائما معكم، موعد الرابعة الإخبارية يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية، تفضلوا في المتابعة. مستمرون دائما معكم برنامج الظهيرة على المباشر من إخبارية التلفزيون الجزائري إلى تمام الخامسة. موعدكم الآن مع طائفة من الأخبار الثقافية المتنوعة تقدمها لكم بعد الفاصل لاميا طالوت. أهلا بكم إلى النشرة الثقافية لهذا الجمعة، ونستهلها بصالون الطوابعية والعملات الذي احتضنته المركز الثقافي محمد خداوي بالمدية، شارك فيه هو تجمع الطوابع البريدية والعملات القديمة قصد التعريف بتاريخ الجزائر والحفاظ على التراث الاندمكي. والتفاصيل. جمع الطوابع البريدية والعملات النقدية النادرة هواية لها أصحابها ومحترفوها لاطلاع الزوار من مختلف الوثائق المتعلقة بالتراث الثقافي. هي هواية قديمة، حبينا نحيو بتاريخنا، تاريخ عريض جدا. هي نعتبروش الطابع البريدي مجرد رمز للضريبة، وإنما هو إحياء تاريخنا العريض، نعرفوا به للجيل هذا الجديد. أكيد جيلنا الجديد هذا ما يعرفش الطوابع القديمة. العرض فيها أغلفة أول يوم للإصدار، رسائل مسافرة، بطاقات ماكسيم كارد. عندنا بعض العمولات هنا، العمولات العالمية، عمولات من قارة آسيا، قارة أوروبا، أمريكا، إفريقيا، عمولات جزائرية، عمولات من الدولة العثمانية، عمولات من الفترة الاستعمارية، وبعض القطع الفضية وقطع عمولات تذكارية. يعني عندي مدة زمنية بزاف، حوالي 15 سنة ولا قريب 20 سنة بديت في هواية الجمع. نقدم مشعل من الناس اللي عندهم معرفة وعندهم ثقافة لاباس بها،
الحمد لله ربي كيما هنايا، نمدها المشعل نمدها للجيل الصاعد والجيل الصغير تاعي يجي هنايا ونفهمهم التاريخ تاع بلادهم ونفهمهم شنفهم يديروا كيفي كيما كنت صغير، يقضبوا هذا الطابيع بريدي نمدها لهم ويديروا كيما درت انايا، وهكا الثقافه تقعد اللي ما تموتش الثقافه اللي تصدهر تتفتح على عالم الجزائري. من 20 ولاية قدموا للمشاركة في هذا الصالون الذي يهدف إلى المحافظة على التراث المادي. الهدف من هذا الصالون هو التعريف والتعريف بالتاريخ الجزائر من خلال الطابع البريدي والبطاقة البريدية. الطوابع والعملات بصمات يتركها الوقت وراءه شاهدا على لحظات مفصلية في حياة الشعوب، توثيقا لأسماء ووجوه صنعت التاريخ. ومن رواق المنتجات التقليدية بمعرض الصناعة التقليدية بالمركز الثقافي مصطفى كاتب بالعاصمة، منتجات تستقطب عشاق التحف التقليدية، تقول وهبة هوام زيدات. في هذا الفضاء فسيح الأرجاء تحف تقليدية تفننت في صنعها أنامل حرفيات أبدعن في صنعها بأدق التفاصيل. وعندي حرفة تاني عجينة سيراميك أو العجينة الكيميائية، نخدموها في البيت هنا ونخدموا بها أشكال، نخدموا بها أكسسوارات، حاملات المفاتيح، نديكوريو بها علب. مواد تجميل طبيعية نصنعوها بالمواد اللي موجودة في بلادنا، لانتيسك الدرو عنده بزاف منافع. كبسولة القهوة بالألومنيوم نخدم منهم حلي وتحف. منتجات تحف تقليدية، حلي، مساحق للتجميل، حقائب يدوية مصنوعة من الجلد الأصيل بمواد أولية محلية ممزوجة برتوشات زادتها رونقا وجمالا. اللي تخيبوا عجبونا كامل هذو تاع لي زارتيزون، من والو دايرين ما شاء الله حاجة كما هذو تاع الأشجار، هادو زوقوهم وداروهم بوغ ديكوري. شفت ولقيت أشياء فريمون ثمينة جدا وهايلة، ويعطيهم الصحة للحرفيين، يعني لازم لهم تشجيعات، لازم لهم التشجيعات، هم يخدموا د حوايج دي ميرفاي. الحرف هذه تصب كامل في إحياء التراث الجزائري الأصيل، من اللباس التقليدي حتى الأصل الجزائري، نقولوا من الصابون الطبيعي التقليدي اللي راح يمثل الهوية الجزائرية. بصمات تقليدية بلمسة عصرية معروضة ها هنا تستقطب الكثير من الزوار في مسعى للحفاظ على هذا الموروث الأصيل. لمسة فنية، انتماء وهوية، هو عنوان لحوالي 100 لوحة فنية لفنانين تشكيليين التقوا بالمدية ليقدموا بإبداعاتهم الرواق الوطني للفنون التشكيلية. كريمة لشمط والتفاصيل. لمسات فنية تزاوج فيها إبداع فنان مع موروث المكان، فخط بالحرف العربي انتماء أمة، وتفنن في رسم معالم الهوية رموزا أمازيغية. دعبت الألوان بين ثنايا اللوحات أنامل تخاطب الموروث الإفريقي في صالون واحد يحمل البعد الحضاري والتاريخي للجزائر عبر الفن التشكيلي. الجميل في هذا اللقاء أننا التقينا بفنانين من مختلف الولايات اللي كنا عندنا مدة ما تلاقيناهمش، وأيضا شفنا لوحات جديدة، فن راقي جدا ومستوى عالي. ننقلوا الفن تاعنا عبر التراث الوطني، بزاف حوايج نقدروا نوصلوها من خلال هذه اللوحات الفنيه. الفن التشكيلي او التشكيل بصفه عامه هو عباره عن سجي بلاجيا، يعني ندي من هذا لون، ندي من هذا شكل، ندي من هذا فكره، يعني الاحتكاك بصفه عامه هو اللي يهم بزاف الفنان التشكيلي. 100 لوحة فنية احتضنتها ولاية المدية، جمعت فيها إبداعات فنانين تشكيليين من مختلف ولايات الوطن وعلى اختلاف مدارسهم الفنية.
ارتأينا هذه المرة أن نحمل أن تحمل هذه الطبعة شعار لمسات فنية انتماء وهوية، حاولنا من خلاله جمع قرابة 20 ولاية. عام هذا الرواق تتخلله ورشة فنية يؤطرها الفنانون التشكيليون المشاركون معنا. الورشة هي مفتوحة لفائدة الجمهور ولا سيما الطلبة المهتمين وشغوفين بهذا النوع من الفن التشكيلي. الرواق الوطني للفنون التشكيلية تظاهرة سنوية تعود في عامها السابع لترسخ للجزائر حضارتها وتتوج الفن التشكيلي سفيراً يرصع الهوية الجزائرية. ومن رواق الفن بالعاصمة، فنانون عرضوا أعمالهم الفنية من وحي الطبيعة في مبادرة للحفاظ على التراث الجزائري. محمد عياشي يقول: مساعدة الفنانين والحرفيين من خلال عرض أعمالهم الفنية، معرض فني تسهر صوري على تنظيمه، عنوانه رواق الفن. عملنا معرض نتاع العشر سنوات نتاع الحرفيين اللي كانوا معانا واللي جبناهم جدد، يعني باش نشوفوا كيفاش مارسوا الحرفة تاعهم منذ 10 سنوات وزادوا طلعوا فيها، يعني ايزون ايفولوي. المناظر الجميلة والهدوء هو مصدر إلهام لهذه الفنانة التشكيلية. كل مرة نشوف حاجة منظر شباب ولا نسي بوكو بلوس دي تابلو تاع لا مير و سا، كل خطرة تعجبني حاجة جو لا بان اي بتي تا بتي جي في اون ترانتين دو تابلو واليوم جي ديسيدي ديكسبوزي. صناعة الحلي بالأحجار الشبه الكريمة لمسة عصرية احترافية لأعمال كنزة. كنت نحب الحرفة هذه ملي كنت صغيرة، مي مع الوقت كي واحد يدير لي زيتود وكاع ما يكونش عنده الوقت باش يدخل يكمل الدومين ديالو، قريتي كي كملت قرايتي بانت لي على الحرفة ديالي هذه اللي كنت شحال وانا حبتها، كانوا عندي معارض استفدت فيها منها، هي السيك سكا الناس ولو يعرفوا خدمتي ولو عندي لا كليونتيل ولو الناس يحبوا يشوفوا خدمتي ويتبعوني في المعارض، شاك معرض يتبعوني. المحافظة على الفن والتراث الجزائري يبقى الهدف الأساس من تنظيم هذا المعرض. يرتبط الفن الأندلسي وفن الفلامينكو بالبيئة والتاريخ ليشكل حكاية حضارية عربية إسلامية عريقة عمرت لقرون وما زالت تشع فنا. مريم كوفي أنموذج لهذا التقارب الفني الأصيل. يوسف تافر. الاسم مريم، اللقب كوفي، صاحبة صوت شجي قوي عميق من أعماق الأندلس وإرهاصة الفلامينكو. ابنة البهجة التي ترعرعت في الجمعيات الأندلسية العاصمية، كانت ضيفة أندلسية الجزائر مع جمعية قرطبة في تمازج بين نوبة سيكا والفلامينكو الإسباني. الموسيقى الفلامينكو والموسيقى الأندلسية عندهم تقريبا نفس القواعد، يختلفوا في الأداء، يختلفوا في التلحين، يختلفوا في الآلات، لخاطرهم عندهم غير آلة الجيتار اللي تعبر وتكون مع الغناء. بصح لقيت باللي كاين تشابه، هذاك التشابه عاوني باش نفهمهم، بصح انا حبيت الاختلاف اللي كاين بين الفلامينكو والموسيقى الاندلسيه. يلزم نفهموا وحنا نعرفين باللي الفلامينكو لو فوندونغو لا جوتا هذوما كامل خرجوا من الموسيقى الاندلسيه. يا كي نشوفوا هذه الجمعيات دير هذا المزج، يعني مزج الثقافات هو شيء جميل، لا غير شيء جميل. كانت معنا مريم اللي بدات هنا المدرسه الاندلسيه، دايوغ بديت انا وياها صغار، ومن بعد هي مقيمة في فرنسا وتغني فلامينكو، هي راح دوكا فلامينكو وتغني فلامينكو. هو الفن الأصيل والتراث العريق الذي جمع بين ضفتين لفنانة تحمل إرثا كبيرا قررت الحفاظ عليه وتعريفه للعالم. ونختم ببعض المواعيد الثقافية المنتظرة لهذا الأسبوع.
قدمنا لكم مشاهدينا نشرتنا الثقافية لهذا الأسبوع، نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله. متابعة طيبة وعودة إليك فايزة. شكرا جزيلا لك لامية. برنامج الظهيرة متواصل معكم، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. عدنا مشاهدينا إلى الصحة الآن، والوجهة إلى غردايا في إطار التوأمة بين المستشفى الجامعي لدويرة بالعاصمة والمؤسسة الاستشفائية الدكتور تيريشين إبراهيم بغردايا. أيام جراحية هي الثالثة من نوعها لترتيب المفاصل الاصطناعية في الركبة والورك. المتابعة لأمين شقبقب. معاناة طويلة وآلام في الركبة والورك، جاءت هذه العمليات الجراحية لتفرج كربة المرضى من خلال تركيب مفاصل اصطناعية. الظروف الحق كانت متوفرة بور لا ريوسيت، النجاح لهذه العملية. المرافقة والاهتمام من طرف كل الفاعلين. الحمد لله السعودية ربي جا العملية تونيو كملت خاطر شكرا كاع المؤسسين اللي هذا عمل الاطباء اللي نسين زويرة. عندي مشكل بروتيز في الحوض، دروك الحمد لله
الحمد لله والله رمشة من العين، رمشة من العين كنا الحمد لله في الموبيرين وكنا في السرير. توازيا مع الفحوصات الطبية والعملية الجراحية، حظي مستشفى تيريشين بجهاز جديد للجراحة بالمنظار وقد أجريت به أولى العمليات. حطينا 22 بروتيز entre hanche et genou 12 بروتيز تاع الجنو تاع الركبة و10 تاع لا هانش شفناهم راهم في صحة جيدة. بخصوص هذا الجراحة بالمنظر دونك لارتروسكوبي جبنا معنا أطباء مختصين عطاو التجربة اللي عندهم باش الأطباء اللي راهم هنا يبداو لهذه الجراحة. هي مجهودات معتبرة ومبادرات قيمة تسعى للحد من معاناة المرضى من خلال الرعاية اللازمة وتقديم خدمة صحية راقية. الأيام الجراحية الثالثة لترتيب المفاصل الاصطناعية لاقت استحسان المرضى كما تابعنا في هذا الروبورتاج الذين استفادوا من هذا النوع من الجراحة دون تكبد عن التنقل إلى المدن الكبرى. مدير الصحة لولاية غردايا حاضر معنا لمزيد من التفاصيل في هذا الحوار مع أمين شقبقبة. أمين أهلا بك وبضيفك الكريم إليك. تحية لزملائنا في الاستوديو المركزي، تحية لمتابعي التلفزيون الجزائري متواجدون هنا بمستشفى الشهيد إبراهيم تيريشين بغردايا حيث تم التوأمة مع المستشفى الجامعي بالدويرة في تخصص العظام، وهذا بإشراف من مديرية الصحة والسكان بولاية غردايا ورعاية من السيد والي ولاية غردايا. إذن هذه الأيام الجراحية لتركيب المفاصل الاصطناعية للورك والركبة. للحديث حول هذا الحدث يحضر معي الآن السيد عامر بن عيسى وهو مدير الصحة هنا بولاية غردايا. أهلا بك سيدي. شكرا. أهلا سيدي. بداية سيدي المدير، حدثنا عن أهم ما تم تنظيمه خلال هذه الأيام وضمن هذه التوأمة. فعلا تعرف ولاية غردايا شهر ماي تنظيم الأيام الثالثة الجراحية لتركيب الورك والمفاصل الاصطناعية في إطار تنفيذ برنامج التوأمة الذي يلقى متابعة مركزية من طرف السلطات المركزية لوزارة الصحة، وهذا طبعا برعاية السيد والي الولاية. ابتداء هذه الأيام ابتداء من 26 ماي تستمر إلى غاية 31 ماي من هذا الشهر. تعرف هذه العملية تركيب ما يفوق فعلا تعرف ولاية غردايا شهر ماي تنظيم الأيام الثالثة الجراحية لتركيب الورك والمفاصل الاصطناعية في إطار تنفيذ برنامج التوأمة الذي يلقى متابعة مركزية من طرف السلطات المركزية لوزارة الصحة، وهذا طبعا برعاية السيد والي الولاية. ابتدأت هذه الأيام ابتداء من 26 ماي تستمر إلى غاية 31 ماي من هذا الشهر. تعرف هذه العملية تركيب ما يفوق عن 20 ورك ومفصل اصطناعي يتجاوز ليبلغ عددها 22 ورك ومفصل اصطناعي. كذلك تعرف فحوصات طبية من طرف الأساتذة التي متمثلة في أكثر من 500 فحص. هذه الأيام الجراحية الثالثة بعد تلك التي نظمت شهر ديسمبر 2016 هنا بمستشفى الدكتور تيريشين إبراهيم، والثانية بمستشفى 18 فيفري بمثليلي. هذه الأيام الجراحية الثالثة نظمت بإشراف الفريق الطبي الجراحي المكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين والشبه الطبيين تحت قيادة الأستاذة شريفي حياة رئيس مصلحة الجراحة العظام بالمركز الاستشفائي الجامعي بدويرة. كذلك يعني ستعرف هنالك يعني في المستقبل القريب تنظيم أيام جراحية في نفس الاختصاص وفي اختصاصات واحدة أخرى في إطار تفعيل و تنظيم برنامج التوأمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية على غرار مستشفى القرارة ومستشفى مثليلي في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. سيد المدير، على غرار هذه التوأمة عرف هنا مستشفى الشهيد تيريشين إبراهيم لأول مرة الجراحة بالمنظار، حدثنا عن هذا الحدث. فعلا على هامش هذه الأيام الجراحية المنظمة ستعرف المؤسسة الاستشفائية الدكتور تيريشين إبراهيم انطلاق الجراحة بالمنظار لأول مرة على مستوى الولاية، حيث يعني تم استلام جهاز الجراحة بالمنظار الأرتروسكوبي لتشغيله ولوضعه حيز الخدمة للاستفادة منه
لفائدة مرضى الولاية، خاصة وأن كما تعرفون أن الولاية تحتوي على ما يفوق 13 طبيب أخصائي في جراحة العظام، وبالتالي يعني تم تدعيم المؤسسة وهذه الفرق الطبية بهذا الجهاز الذي يعني يعتبر كإضافة نوعية للمؤسسة وللقطاع على مستوى الولاية. بارك الله فيك سيد المدير، على غرار هذا المكسب هذه الأجهزة الطبية المتطورة، هل هناك تدعيم لهذا المستشفى وغيره من المستشفيات بمختلف الوسائل الطبية المبتكرة؟ في إطار تنفيذ برنامج الاستثمار لصندوق الجنوب وفي عملية يعني متابعة للسلطات المحلية على رأس السيد الوالي والسلطات المركزية على رأس السيد معالي الوزير، خاصة في آخر زيارة له يوم 12 أفريل، أين يعني تم تدشين عدة مرافق صحية والوقوف على مدى تجهيز المؤسسات الاستشفائية. سيتم تدعيم المؤسسة الاستشفائية كذلك الدكتور تيريشين إبراهيم بجهاز التشخيص الطبي لوندوسكوب دو غاسترو، هذا الجهاز الذي يعني للتشخيص المعدي والباطني، يعتبر يعني جهاز نوعي كذلك، سيتم يعني وضعه حيز الخدمة يوم الخميس على مستوى المؤسسة الاستشفائية الدكتور تيريشين. كما ستعرف المؤسسات باقي المؤسسات الاستشفائية متليلي والقرارة وبعض المؤسسات الجوارية كذلك يعني تدعيمهم بأجهزة للأشعة وأجهزة لقسم العمليات يعني تم طلبها سابقا من طرف المجالس الطبية. هذه الأجهزة كلها يعني ستزيد من 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 تدعيم المؤسسات يعني لأداء نوعي وأداء يعني عالي ومتميز في إطار التكفل الأحسن بالمرضى. بارك الله فيك. ختاما سيد المدير، كلمة توجهها للطاقم الطبي الذي قادم من المستشفى الجامعي مدويرة والأطقم الطبية هنا في ولاية غردية، نظير مساهمتهم في نجاح هذه التوأمة. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل الفرق الطبية التي تشارك والتي يعني تحضر لأداء سواء كان يعني في إطار تنفيذ برامج التوأمة المختلفة كتلك الاتفاقيات المبرمة مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن مسوس، المركز الاستشفائي الجامعي بدويرة ومستشفى الحروق، يعني الذين يعني يقومون بعدة مهام في إطار تنفيذ مختلف برامج التوأمة، كذلك المركز الاستشفائي الجامعي باتنا الذي يقوم باتفاقية توأمة مع مستشفى متليلي في انتظار مستشفى القرارة في انتظار يعني تنفيذ باقي برامج التوأمة. وكما تعلمون أن يعني إعادة تفعيل برامج التوأمة تم ويتم في يعني ما بعد جائحة الكورونا يعني لتنفيذ تعليمات السيد معالي الوزير من أجل يعني إعادة الروح العادية والنشاط العادي للمؤسسات الاستشفائية عبر الوطن. يعني ولاية غردية على غرار باقي ولاية الوطن، المؤسسات الاستشفائية قمنا بإعادة فتح قسم العمليات الجراحية لفائدة المرضى، كذلك يعني كل المصالح التي تؤدي التشخيص وتؤدي مهامها الطبية والجراحية اتجاه المرضى، وهذا يعني للدخول في المرحلة العادية وفي الـ البرنامج العادي لأداء مهامها على أحسن حال وعلى أحسن ظروف. بارك الله فيك، شكرا لك سيد المدير على حضورك وعلى كل هذه المعلومات، والشكر موصول أيضا للطاقم الطبي الذي قدم من المستشفى الجامعي الدويرة وكذلك الطواقم الطبية هنا بمستشفى تيريشين إبراهيم وغيرها من كل مستشفيات الولاية. إذن مشاهدينا الكرام، تحدثنا عن هذه التوأمة بين مستشفى تيريشين إبراهيم ومستشفى الجامعي بالدويرة وأهم ما تم خلال هذه الأيام. عودة نعم. إليكم زملائنا في الاستوديو المركزي. نعم أمين شقبقبة، أشكرك جزيلا، والشكر أيضا موصول لضيفك الكريم إلى تجربة مماثلة الآن والتي تهدف دائما إلى ضمان راحة المريض وتفادي التنقل لمسافات بعيدة إلى تمالوس بولاية ستيتدا، حيث تدعمت بمرفق صحي هام يقدم خدمات صحية للمواطن يجنبهم مشقة التنقل إلى ولايات أخرى طلبا للعلاج. نور الدين بن عفسة يفصل لنا أكثر. عملية جراحية عادية، لكن الاستثناء أن تجرى في قاعة العمليات رقم 1 بمستشفى تمالوس، إنجاز لطالما انتظره سكان المدينة وضواحيها. العملية قد توصل حتى عامين 3 سنوات، أما الآن لما حل المستشفى هذا يعني نحى أزمة كبيرة على السكان تاع تمالوس.
عندي غدوه ان شاء الله بعض العمليات ايضا تاع مواطنين تاع تمالوس اللي كانوا رايحين يديروا العمليه في القل، وبالك الموعد نتاعهم كان راح يطول خلاص. الحمد لله كي حلوا الناس بيطر هذا، دفعت لي دوسي سمانه اللي عيطوا لي، الحمد لله سهل ربي. مصالح طبيه جديده فتحت، والمرأة التي كانت تعاني من التنقل لأجل الولادة تمكنت من الظفر بسرير قريب من منزلها، فيما يجد المريض أو المصاب ظالته بعد توفر مستلزمات التكفل العلاجي اللازم. كان نساء عندنا حنايا وخاصة هذو الأمور القيصرية كنا نقلوهم لبلايص خلاف. كنا 88 سرير أصبحنا 140 سريرا، حاليا رانا وظفنا 17 اختصاص. كم من الشبه طبيين، عدد كبير من أسلاك المشتركة. هذه التوسعة والحمد لله نجمت عنها مصالح كثيرة، أهمها مصلحة الإنعاش والتخدير، مجمع العمليات. طبعا حولنا العيادة، حولنا مصلحة أمراض النساء والتوليد من المكان اللي أصبح في هذا الصرح الجديد. مكاسب أخرى لفائدة المريض وفرتها الجماعات المحلية لدعم المستشفى وترقية خدماته. اقتناء والتزويد المؤسسة الاستشفائية بمولد الأكسجين، تزويد مؤسسة الاستشفائية دي تمالوس بسيارة إسعاف طبية. نحو أزمة في الصحة، أزمة بمعنى الكلمة. نقلة نوعية حقيقية تحققت بفضل تضافر جهود جميع الشركاء تدعيما للخدمة الصحية بولاية سكيكدا. من المشهد الصحي الآن إلى المشهد الثقافي، نافذة على ولاية تندوف بأهم ما تزخر به من تراث مادي ولا مادي من أهم أولويات مديرية الثقافة والحظيرة الثقافية بتندوف، والذي تسعى لحمايته وإبرازه للسياح في أبهى حلة. يقول عمار تولينا. تزخر الحاضرة التراثية لولاية تندوف بموروث ثقافي مادي ولا مادي كبير، يرسم معالم لوحة ثقافية راقية تعكس غنى وثرائها بهذه الولاية الحدودية، وخاصة ما تحمله في جناباتها من الثقافة الحسنية. يومين دراسيين تحت عنوان تجليات التراث اللامادي في الموروث الثقافي الحساني. هاد اليومين تطرقنا فيهم حول إبراز الهوية الحسانية، اللهجة الحسانية، الشعر الحساني كأبعاد وكتاريخ لهذه المنطقة هذه. بالنسبة للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الدكتور أبو القاسم سعد الله، استضافت بهذه المناسبة عدة ندوات، بدءا باليوم الوطني للذاكرة الذي استضافت فيه عدة أساتذة محاضرين في مجال الذاكرة والتراث المحلي لولاية تندوف. التعريف بالشعر الحسني والثقافة الحسانية كانت محور الأيام الدراسية التي نظمت لفائدة المهتمين بهذا النوع من الشعر. لقينا بعد المحاضرات حول الشعر الحساني، حول الطلعة، حول القاف، حول التعريف بالغنى، وكنا عدلنا بإجاز تعريف بالطلعة. تقديم مداخلة بعنوان الثقافة الحسانية، المخلفات والآثار هذه الثقافة الحسانية التي تشكل إقليم من الأقاليم الثقافية التي تزخر بها الدولة الجزائرية. الفولكلور الشعبي والأشكال التعبيرية في الرقص الشعبي كنموذج، هذا الشكل التعبيري الذي يعني يتميز به المجتمع البيضان بصفة عامة، ومجتمع يعني تندوف بصفة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتراث، هو شكل من أشكال التواصل. علاقة الشعر الحساني بالموسيقى الحسانية وهي علاقة وطيدة تراثية تاريخية قديمة، وجب يعني تسليط الضوء عليها. تحدثت عن المقامات الموسيقية الحسانية، فصلت فيها يعني كل مقام واسمه وتفعيلاته ونطات الموسيقية. لتبقى الذاكرة التراثية والثقافية خير سفير للترويج للسياحة الثقافية بالبلاد.
وهو كذلك عمار تودين الشعر. الشعر أقول الحساني من أهم مقومات التراث المادي لولاية تندوف، والذي تقوم عليه أيضا السياحة الصحراوية أفاق وجهود كبيرة لدفعها في إطار إنعاش السياحة الداخلية من تندوف. ينضم إلينا عمار تودين في هذه النافذة مع ضيفه مدير الحظيرة الثقافية لولاية تندوف. أهلا بك عمار وبضيفتها الكريمة. من خلال هذه النافذة التي نحن الآن بجنبات أحد يعني اللوحات الفنية التي مجسدة تعكس النمط العمراني والثقافي لولاية تندوف هنا بالمتحف الكبير بولاية تندوف. أيضا الحظيرة الثقافية حظيرة زاخرة تستحق الزيارة وتستحق الاستكشاف، وهو ما سنعرفه مع حيداس حميدة مدير الحظيرة الولائية الثقافية لولاية تندوف، لو بإمكان إعطائنا يعني ما هو فيما تتمثل دور الحظيرة الثقافية في الحفاظ على التراث اللامادي هنا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خير خلق الله. أولا تقدم الشكر الجزيل للتلفزيون الوطنية يعني لمواكبتها وتغطيتها الأحداث الثقافية على مستوى ولاية تندوف، ومرافقتنا احنا كحظيرة ثقافية في أداء مهامنا الميدانية. الديوان الوطني للحظيرة الثقافية تتمثل مهامه في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي بشقيه، يعني الثقافي والطبيعي. تتمثل يعني هذه المهام في جرد التراث الطبيعي والثقافي وترويجه وكذلك تثمينه. والعملية يعني الأساسية اللي تمس السكان المحليين هي نحاولوا نحسوا السكان المحليين بهذا يعني الموروث الثقافي الجد غني، يعني كي نقول لك الموروث الثقافي يعني يتمثل في المواقع الأثرية، يتمثل في يعني التراث اللامادي يعني اللي نحن بصدد يعني هذا العام يعني صدد يعني حمل شعار شهر التراث لهذه السنه، يعني التراث اللامادي هويه واصاله. يعني في هذا الجانب قام الديوان الوطني للحظيره الثقافيه بتصدير مجموعه من البرامج، من ضمنها اقامه المعرض هنا على مستوى المتحف الولائي احمد محساس. المعرض يحتوي على مجموعة من اللوحات التعريفية التي تعرف بالتراث الطبيعي والثقافي لمنطقة تندوف. كما قمنا يعني بتصدير مجموعة من الزيارات الميدانية بالتنسيق مع مديرية التربية، يعني تمثلت في زيارة تلاميذ الطور الابتدائي لهذا المعرض، وعرفناهم يعني بالتراث الثقافي اللي تزخر به منطقة تندوف، وحسسناهم بالأهمية الحفاظ عليه ويعني ولما لا يعني تثمينه. فيما يخص الآن نحن متواجدون على مستوى متحف أحمد محساس بولاية تندوف، أيضا هناك أيقونة في مناطق الظل في قرية في بلدية أم العسل المتحف الثاني. كيف تشوفوا يعني زيارات المواطنين، يعني معدل زيارة المواطنين؟ هل هناك يعني اكتشاف رغبة لدى المواطنين من أجل اكتشاف الموروث الثقافي، أم فقط تعتمدون على التنسيق مع المديريات من أجل يعني جلب التلاميذ أو الزوار لهذه المتاحف؟ للعلم يعني المركز يقال له يعني مركز تفسير المتواجد على مستوى القسم العملياتي منطقة مول عسل، يعني هو حيز للاستغلال ويعني أبوابه مفتوحة للسكان المحليين والزوار الوافدين على منطقة تندوف، منطقة أم العسل. يعني التمسنا يعني أثاره على الساكنة المحلية، ولو يعرفوا التراث الثقافي واش معناه والتراث الطبيعي واش معناه، ولو يعرفوا حتى ليزوتي الأدوات الأثرية، ولو كيلقوها في التيرا، ولو يطرحوا عندنا يجونا الديفيزيون القسمة ويطرحوا عندنا تساؤلات، يقول لك مثلا لقيت الأداة الأثرية في المنطقة الفلانية واش ندير لها وكيفاش نتعامل معها، كيفاش يعني هذا نتاج يعني العملية التحسيسية على مستوى القسم على مستوى المركز التفسير المقام على مستوى بلدية أم العسل. كذلك كنا مؤخرا بالتنسيق مع مديرية السياحة درجناه ضمن المسلك السياحي يعني تندوف أم العسل حسي منير.
يعني السواح يعني ابوابه في اطار يعني تنشيط الحركه السياحيه على مستوى منطقه تندوف. درجناه ضمن النقاط اللي السواح يعني يزورها على مستوى بلديه ام العسل. نتمنى ان شاء الله تكون عنده يعني تكون عنده نقله نوعيه في هذا الجانب، وابوابه راه مفتوحه يعني من هنا من خلالنا فيتكم يعني نبلغ كل سكان منطقه ولايه تندوف وغيرهم من سكان الجزائر الحبيبه على ان هذا الصرح يعني راه حيز الخدمه، او اللي بغى يتعرف على التراث الثقافي والطبيعي اللي تزخر به بلديه ام العسل من خلاله منطقه تندوف، يعني ابوابه راهي مفتوحه اذا يعني سنحت لهم الفرصه بزياره هذا المعلم، واذا لم تسمح لهم الفرصه يعني عندنا باج على مستوى الصفحه الرسميه على مستوى على الفيسبوك، يعني يقدروا يطالعوا من خلالها على التراث الثقافي والطبيعي اللي تزخر به المنطقه. شكرا السيد مدير. نعم، ليس من راى كمن سمع، هي تندوف فضاء مفتوح، فضاء تراثي على الهواء منذ سنوات، ضاربة في جذورها تندوف باقية. لذلك من خلال التلفزيون ومن خلال هذه النافذة هي دعوة مفتوحة لكل المواطنين الجزائريين ولكل السواح من أجل اكتشاف ما تزخر به عروس الجنوب الغربي تندوف. نعم بالفعل كما قال عمار، ليس من رأى كمن سمع، وعمار توادينا كان هو عيننا، عين المشاهد الجزائري إلى ولاية تندوف وهذه النافذة التي كانت متنوعة وزاخرة. شكرا جزيلا لك عمار، وأشكركم مشاهدينا على كرم الإصغاء والمتابعة. ختام أخبار الظهيرة لهذه الأمسية، هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي رافقكم طيلة عمر هذا المباشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.